اهلا وسهلا اصدقائي الغاليين. النهارده في فيديو جديد هنتعلم مع بعض الاي بوكس. هنتعلم مع بعض انواع الايبوكسي وميزاته عيوبه. يلا تابعوني يلا بسرعه. ايه انت بتقول ده؟ طب اقول ايه؟ انت قلت ايه؟ قول اي حاجه غير ده. زي ايه طيب؟ قول مثلا يلا يلا. عندك حق. يلا بينا يلا. وي جدا كده اصدقائي الغاليين، هنتكلم النهارده عن بعض العلوم الاساسيه وهي انواع الايبوكسي. طبعا هنتكلم عن مميزات الانواع دي، وطبعا هنتكلم عن عيوب الايبوكسي، ونيجي لاهم حاجه وهي عمل طريقه الايبوكسي. نبدا باول حاجه وهي انواع الايبوكسي. في انواع كتير جدا اصدقائي. هنتكلم عن نوع اسمه اللونه اللي هو بتاع الارضيات الصلبه. النوع الثاني هو المقاوم اللي هو بديل السيراميك. والنوع اسمه الشفاف. النوع ده جميل جدا يا جماعه، ونيجي اللي هو بيطلب مننا كتير قوي، هو نوع 3D، وازاي نعمل بطريقه سهله وبسيطه. والدرس الاول من سلسله تعليم الايبوكسي هنبدا بيه النهارده وهي طريقه عمل الايبوكسي في الارضيات الصلبه. اول حاجه يا شباب، بنبدا ننظف الارضيه. الارضيه دي كانت صلبه حديد او خرسانه، ننظفها بطريقه كويسه جدا جدا جدا، ونبدا نستخدم المواد اللي هنشوفها مع بعض عشان نعمل الايبوكسي. وهنتكلم مع بعض ايه هو الايبوكسي ومميزاته وعيوبه. طبعا اول حاجه الماده دي يا جماعه هي ماده مواد كيميائيه اللي اسمها زي ما انتم شايفين. في نوعين، نوع الارضيات والدرجه بتاعتها موجوده، ونوع الحوائط والدرجه بتاعتها زي ما انتم شايفين موجوده. دي اللي هي الماده الاساسيه اللي هنشتغل بيها. بيضاف عليها ماده ثانيه زي ما انتم شايفين، الاسم ورقم برضه. الارضيات حاجه والحوائط حاجه. ده الماده الثانيه اللي هي المصلب. زي ما انتم شايفين ببدا استخدم الماده الاساسيه. معلومه بس بسيطه، الايبوكسي غالي جدا جدا، وهقول ليه عشان المميزات اللي فيه هنتكلم في نص الفيديو طبعا. ودي الماده المصلبه يا جماعه، ببدا اخدها واضيفها على الماده الاساسيه. زي ما بقول لكم يا شباب الايبوكسي ده غالي جدا عشان فيه مميزات حلوه جدا. اولا الايبوكسي بيتكون من مواد كيميائيه متميز بمقاومه عاليه جدا، بيتعمل في الارضيات وبيتعمل في الحوائط لعده اسباب. اولا هو مقاوم للرطوبه، يعني في ناس كتير جدا بتنصح بيه لو عندك رطوبه. في فيديو قريب كده نازل ازاي تعالج مشاكل الرطوبه في الحيطه، نستخدم جزء معين من الايبوكسي بطريقه معينه عشان نعالج الرطوبه. انتظر الفيديو القادم. اولا زي ما نرجع للفيديو بتاعنا، زي ما انتم شايفين ببدا بعد ما حطيت المقاوم الماده الاساسيه بتاعتنا في الايبوكسي، ببدا اقلبها كويس جدا عشان اعمل مزج ما بين المادتين. والمده اللي انا بقلب فيها زي ما انتم شايفين حوالي من 5 دقائق لـ7 دقائق. لازم اقلبهم يا شباب بطريقه كويسه جدا. وهنا بحاول احط البسيلة كبيره عشان هرجع تاني وهبدا اقلب حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق زي ما انتم شايفين، بس عشان وقتكم وانا بجري الفيديو. دي اول خطوه بنعملها عشان نحضر لدهان ايبوكسي، ان كان الحوائط او الارضيات. في الفيديو ده احنا هنشرح ازاي نعمل في الارضيات. استحملوني بقى في حصلي. دلوقتي انا باخد ماده، هاخد شويه صورين في الجنوب زي ما انتم شايفين، وهي في ماده اسمها اويز او سبيداك، نتكلم كده حاجه معروفه هنا، السبيداك بتاع النشا. باخد حبه سبيداك وبحطهم على الماده دي وابدا اقلب كويس جدا عشان اوصل لحاجه معينه وهي المعجون. بعمل معجون يا جماعه، انا بعمله بايدي عن طريق التركيبه زي ما انتم شايفين. الخطوه الاولى معناها، الخطوه الثانيه اللي هي باخد شويه سبيداك وابدا احطهم وابدا اقلب. بس محمد ده هيكمل مكاني، وبحاول بيقعد يقلب حوالي ما يكون من 5 دقائق لـ7 دقائق زي ما انتم شايفين عشان اوصل النقطه دي. زي ما انتم شايفين معجون. بعمل ايه بالمعجون ده؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. بعمل الفواصل ما بين الحيطه وبين الارضيه. طب لو هي موجوده في الحوائط، لو في خبطات معينه ببدا اعمل بيها المعجون ده. الارضيه زي ما انتم شايفين هنا حديد، لو كانت خرسانه نفس الموضوع. لو في فواصل، ما فيش فواصل باخد الماده من غير ما اعملها معجون وابدا احط ودهن بالفوش عادي زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. ده جنب التاني بدهن بالفوش عادي فواصل. ازاي بقى اعمل الدهان الايبوكسي؟ بصوا يا شباب، احنا بنجيب زي ما انتم شايفين رمله، رمله ناعمه، ببدا اصفيها عشان اشيل فيها اي زلط او في شوائب او حبات عاليه. اهم حاجه تكون ناعمه جدا. برجع تاني واعمل زي ما عملت الخطوه الاولى بالظبط. بجيب الماده الاساسيه زي ما احنا اتعلمنا مع بعض، والمقاوم الماده الثانيه، واعمل المزج بينهم وابدا اقلب كويس جدا. بعد ما قلبت ابدا اخد الرمله اللي انا عملتها وابدا اضيف على الايبوكسي. دي الخطوه الاولى. بحط من في الجرنين الاثنين، بحط من حوالي 7 لـ8 زي ما تشوفين حفنه كده زي ما بنقول. وانا بقلب انا دي حاجه كده حسب ما انت شايف السمك بتاع الدهان، ما يكونش خفيف ولا تقيل، هو حاجه كده تكون زي ما انتم شايفين تفرد معايا على الارضيه. ببدا دلوقتي الاستاذ احمد زي ما انتم شايفين احنا بندلق شويه او نكب شويه على الارضيه، وهو بيمسك المالك اللي فيه ده اسمه مالك، بيبدا يفرد على الارضيه بطريقه عشوائيه بس لحد ما بيحاول يكون متساوي. يعني ما يكونش حته تقيله في جنب وخفيفه جنب. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا بقى اخش بعديه لابس حاجات غريبه كده ما تستغربوش. هو بيفرد زي ما انتم شايفين بطريقه بسيطه وسهله. اتمنى الفيديو يعجبكم وتشتركوا معانا في القناه وتعملوا لايك وسلسله تعليم الايبوكسي. يعني انا عارف ناس كتير جدا بتطلب مني الايبوكسي 3D، الفيديوهات الجايه ان شاء الله هشرح لكم عملي ازاي بيتعمل بطريقه سهله وبسيطه. دلوقتي بعد ما اخلص الاستاذ احمد انا بخش، هتستغربوا ان انا لابس زي كده ابواب بمسامير عشان ما يعلمش على الارضيه. زي ما انتم شايفين الابواب ده عشان ما يعملش علامه على الارضيه بمسامير فارغه جدا. ببدا اشتغل دوله الرولة دي بديل فيها برضه، استحملوني. الرولة دي اسمها رولة هواء. بصوا شايفين يا جماعة شكلها زي رولة هواء. دي عشان تفرد معايا وتطلع أي هواء موجود في الأوكسي. أقعد أفرد بطريقة منظمة رايح جاي عشان وقتكم. ببدأ أشتغل زي ما بقول كده، بقول رايح جاي في لاين واحد بطريقة مظبوطة. بروح باكل من مرتين ثلاثة رايح جاي عشان أحس إن هي بقت مستوى واحد ونظام واحد. البوكس ده يا جماعة هو اللي بينشف بعد حوالي يومين أو يومين ونص. مميزاته حلوة جدا زي ما قلنا، بيستحمل جامد جدا، يعني بيستحمل رطوبة، مقاومته عالية جدا جدا، قريب للبورسلين، تحس إنه عامل رخام. في اشكال طبعا الحاجات دي بتتعمل في بعض الاستوديوهات او المصانع. في ناس بتحب تعمل ماتيريال على الحيطان عشان تكون قوية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتظروا السلسله القادمه بتعليم الايبوكسي. يا رب كده يكون الفيديو استفدتوا منه كتير.
ما تنسيش لو عجبك الفيديو كامل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل ما جديد. انتظروا الفيديوهات القادمة، هنتكلم مع بعض عن انواع الايبوكسي زي ما احنا قلنا مع بعض، اللي هو نوع شفاف ومقاوم، وطبعا طبعا اللي انتوا طالبينه اختياري اللي هو السي دي. اصدقائي الغاليين زي ما احنا قلنا مع بعض، لا تنسوا تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدهان السحري، ايوه كتير مننا ما يعرفش ايه المادة دي. ايه المادة دي اللي بتحول الحيطة والمعجون للخام زي ما انتم شايفين؟ ايه الجمال ده يا شباب؟ ايوه الدهان السحري اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، عشان تحول الحيطة العادية او المعجون العادي للخام. مش شكل رخام، ده فعلا هيبقى زي رخام بالظبط، يستحمل وينفع تنظف الحيطة بكل سهولة وبكل بساطة زي ما انتم شايفين. في خطوات سهلة وبسيطة هنتعلم مع بعض ازاي تحول الحيطة بتاعتك زي رخام وتوفر الافات من الجنيهات. ايوة يا شباب، هنوفر الافات من الجنيهات لما نعملها بنفسنا. يلا نخش نعرف بالتفصيل ايه هي الخطوات. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي الغاليين، اهلا بكم في قناه وسيم كمال الابداع. هنتعلم مع بعض النهارده يا شباب فيديو حلو جدا وهيفيدكم كلكم، تقدروا تعملوا بنفسك. زي ما انتم شايفين يا شباب، الناس اللي بتاع عماره احنا دهنا النص الفوقاني بدهان زيت، والنص التحتاني يا شباب بدات زي ما انتم شايفين سحبت سكينه اولى وسكينه ثانيه، وبعد ما سحبت سكينه اولى وسكينه ثانيه بدات الزق الفصل زي ما انتم شايفين، وبدات اقيس كل 90 سم باخد علامه، كل 90 سم باخد علامه وابدا الزق الاستيكر زي ما انتم شايفين عشان يكون فاصل للرخام زي ما هنشوف في اخر الفيديو. زي ما انت عايز يا شباب، ممكن في دي 90 سم في 80 في اللي بياخدها متر، على حسب ما انت بتشوف المساحه بتاعت السلم بتاعتك وتبدا تشتغل. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ان انا ابدا اخد المعجون بتاعي، اخد بسله كامله وابدا اخففها 10% ميه زي ما انتم شايفين، وعشان يكون سلس معايا وباخد ربع بسله معجون وابدا برضه اخففها بنسبه 10% ميه، وابدا الربع بسله دي بضيف عليها الوان، هي علبه لون اصفر جبلي مع نص علبه لون بني، وبعد كده بضيف عليهم ربع علبه الوان لون، ربع علبه لون اسود. بعد ما ضفت الالوان يا شباب ابدا اقلب كويس جدا عشان يكون عندي اللون الابيض واللون البني المحروق او اللون العسلي، البني العسلي اللي هيفيدني في الرخام. ببدا اخد المعجون الابيض زي ما انتم شايفين مع نسبه 10% من اللون البني، ببدا اقلبها اول مره واقلبها تاني، وابدا اخد المعجون. بصوا يا شباب، انا باخد من الشمال لليمين لتحت بزاويه، ببدا افرد المعجون بتاعي بموجه كده بسيطه بدون ما ادوس على المعجون. انا بفرد المعجون زي ما انتم شايفين يا شباب بطريقه سهله بسيطه. طبعا الناس شايفه ان هي صعبه، لا هي سهله جدا. انا بفرد المعجون كله، وبعد ما بفرد المعجون كله ببدا اول ما احس ان المعجون خلص مني ببدا الم وادوس على سكينه جامد جدا عشان يطلع لي المنظر الجميل اللي هيعجبكم يا شباب. ما تنسوش تعملوا ايوه لايك وسبسكرايب للقناه لو الفيديو عجبكم. ببدا افرد المعجون بتاعي زي ما انتم شايفين يا شباب بطريقه عشوائيه، ببدا اخد ازود ظهر شويه ازود بني شويه، مفيش اسطمبه واحده انا شغال عليها في المعجون، وبعد كده ابدا اشتغل فوق الوزره. وبعد ما خلصت الجنب ده اللي هو 90 سم باجي للجنب اللي جنبيه، ابدا اشتغل في 90 سم اللي جنبيها بس بطريقه عكسيه، بدل ما هو الميل جاي من الشمال لليمين انا باخده من اليمين للشمال يميل زي ما انتم شايفين. خلاص احنا حفظنا مع بعض، بتفرد المعجون وبعد كده تبدا تلمه بطريقه سهله بسيطه. وعلى الوضع ده بعمل السلم كله زي ما انتم شايفين يا شباب، خلصت السلم كله بنفس الطريقه، كل 90 سم عكس بعضيهم عشان يطلع لي المنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده يا شباب. الخطوه اللي بعد كده ببدا اشيل التيب او اللازق اللي انتم شايفينه ده اللي هو الفاصل ما بين 90 سم و 90 سم، اشيل التيب اللي هو فوق عشان يكون الفواصل بتاعتي اللي هعملها يا اما بني يا اما هعملها اسود. وابدا الزق، ما صنفهاش يا شباب محدش يصنفها حيطان، ببدا اخد اللزق ده وابدا الزق على الرخام نفسه عشان اعمل الفواصل اللي هي هتتعمل باللون الاسود. زي ما انتم شايفين يا شباب بجيب اللون الاسود، بجيب معجون وابدا احط اللون الاسود عليه، علبتين اسود. ده معجون يا شباب، ده معجون اسود، باخد شويه معجون وابدا اضيف عليه لون اسود، وزي ما انتم شايفين ببدا اسحب الفواصل دي، وكل حوالي 30 سم 40 سم بعمل فاصل زي ما انتم شايفين عشان يكون كانه فاصل الرخام. وبعد ما خلصت الحيطه كلها باللون الاسود زي ما انتم شايفين. طب ايه الخطوه بعد كده؟ الخطوه بعد كده ببدا اصنفر حيطه بصنفر 120 وانضف الحيطه، ونيجي بقى لكلمه السر وهي السر الفاخر للاساس. ايوه هو ده السر يا شباب، ببدا اخد السر بتاعي وابدا افضيه في السر ده، وابدا اخفف السر دي، السر ده بنسبه 300% طنر، الكيلو اللي انتم شايفينه السر بضيف عليه 3 مرات طنر بالظبط، وابدا اقلب كويس وابدا اشتغل. ونيجي للحظه الجميله والسهله والبسيطه جدا لاي حد بيعملها، الحيطه بتتحول زي ما انتم شايفين للخام. اصدقائي الغاليين، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه واسمع الكومنت الجميل اللي يشجعني اللي يخليني استمر. اتمنى اسمع رايكم في الفيديو، واتمنى اشوف تعليقاتكم وطلباتكم. اي حد بيطلب اي حاجه في الكومنت انا على طول هعمل فيديو في الشيء اللي هيطلبه. وزي ما انتم شايفين يا شباب بطريقه سهله بسيطه، انا وفرت فلوس كتير جدا وعملتها كتير قوي في بيوت كتير قوي ووفرنا فلوس. اصدقائي الغاليين، لو عايزين تعرفوا تفاصيل الفيديو ده هيكون في اول كومنت تحت، وهيكون اللينك بتاعه في صندوق الوصف وهيظهر في حرف الاي دلوقتي الفيديو بالتفصيل عشان لو عايزين تعملوه خطوه خطوه. اصدقائي الغاليين، زي ما هيظهر قدامكم فيديوهات في اخر الفيديو، اتمنى تخش وتشوف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندك مشكلة في السقف وعايز تحلها للأبد؟ أيوة هيتحل للأبد. في الفيديو هنا زي ما انتم شايفين دلوقتي هنخلي السقف بتاعك زي الإزاز. أيوة زي الإزاز،
هيستحمل كل شيء، هيستحمل البخار، هيستحمل الزيوت اللي في المطبخ، هيستحمل أي شيء ومش هيتقشر تاني. طب إيه الخطوات اللي هنعملها؟ هتشوفوا الفيديو هنا خطوات سهلة وبسيطة عشان توصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها. السقف عامل زي الإساز وهو بلاستيك اللميع. ليه بنعمل بلاستيك لميع؟ عشان يستحمل البخار والزيوت. يلا نشوف عملي، يلا بينا. أنا وصلنا أصدقائي الغاليين في فيديو النهاردة نتعلم مع بعض إزاي أدهن سقف الأوضة بنفسي مع أدوات بسيطة وسهلة، هي بلاستيك مط وبلاستيك لميع. بلاستيك جي ال سي بيستخدم في الوش الاولاني، اما في الوش الثاني ببدا استخدم جيليتكس 25000 ندهن اكليك فايف الجوده، او ممكن استخدم بلاستيك 2000 من سايبرس. دي اول نقطه. تاني حاجه يا شباب، احنا بنبدا نلزق السيراميك بتاعنا زي ما انتم شايفين، بس يا جماعه بسيب حوالي ملي او 2 ملي من السقف على السيراميك وابدا الزق زي ما انتم شايفين. بلزقه ازاي؟ طب يا عم وسيم، لو احنا نسيب ملي زي ما انتم شايفين، لو احنا عندنا كرانيش نعمل ايه؟ الموضوع سهل بسيط، انت بتسيب حوالي ملي. بس يا شباب احنا بنسيب حوالي ملي وابدا اخلي اللزق بتاعي على خط مستقيم، حتى لو السقف فيه طالع ونازل بشتغل زي ما انا عامل خط مستقيم عشان الشغل يطلع مظبوط، ماليش دعوه طالع ونازل في السقف. انتوا شايفين ده لو مفيش كورنيش، اما لو كان في كورنيش بيوتك او خشب زي ما انتوا شايفين بنلزق تحتيها. اتمنى ما تنساش اللايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوف كل المواد دي. تاني خطوه احنا نبدا نشتغل فيها، تاني خطوه وهي صنفره السقف. السقف ده مهم جدا، حتى لو السقف النظيف بتاعنا لازم نصنفر السقف كويس عشان لو في شيء من الزيوت او اي اتربه او اي حاجات نبدا نظبطها عشان ما يكونش عازل بين السقف والدهان الجديد. نبدا في خطوه التحضير. زي ما انتوا شايفين يا جماعه ببدا اشتغل في البلاستيك اللي هو نص لمع، ببدا احضره زي ما انتوا شايفين. ناخد على قد السقف الحمام، ناخد ربع البستل ده. وبالطريقة التحضير انتوا خلاص حفظتوا معانا ازاي بتبقى نحضر غلاف حرف الاي، ازاي تحضر او ازاي تجهز الدهان عشان تبدا تشتغل في فيديو مخصوص عملناه قبل كده زي ما انتوا شايفين. ابدا اقلب واشوف، ابدا خطوه زي ما انتوا شايفين بفرشه صغيره، ببدا اعمل الزوايا في كل السقف بطريقه سهله وبسيطه. بتبدا تدهنوا السقف نصور الفيديو شويه. زي ما انتوا شايفين يا جماعه احنا بندهن السقف بالزوايا بالبلاستيك اللي هو مط او نص لامع. ببدا اشتغل زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا ازاي بنشتغل. انت بتاخد الرولة بتاعتك وتبدا تملاها شويه شويه من على الحرف، ما تنزلش الرولة كلها عشان ما تنقطش حاجه على الارض، اللي كده كده احنا اصلا فارشين حاجات على الارض عشان نقط. ابدا انزل اي زيادات وابدا اشتغل في السقف زي ما اتعلمنا قبل كده ازاي تدهن شقتك بنفسك في فيديو مخصوص. خش واحتوي في صندوق الوصف تحت وهيظهر في حرف الاي ازاي تدهن انت بسهوله ببساطه بنفسك. البلاستيك يا جماعه المط ده انا بستخدمه مرتين، بدي وشين، وش الاول واستنى حوالي نص ساعه وادي الوش الثاني بالنسبه للمطبخ بالنسبه للحمام. اصدقائي الغاليين ما تنساش اللايك والسبسكرايب والكومنت عشان تشجعنا ان احنا نكمل. وبعد ما احنا بندي الوش الثاني للسقف زي ما انتم شايفين احنا عملنا المطبخ، انا بدانا نخش دلوقتي احنا شغالين في الحمام، بعمل الزوايا وابدا ادهن السقف كله بالبلاستيك المط واستنى زي ما قلت حوالي نص ساعه عشان يجف. ابدا في الخطوه بعدها وهو البلاستيك اللامع. البلاستيك اللامع يا جماعه زي ما انتم شايفين ده مهم جدا وليه استفاده كبيره جدا ان انا ابدا اشتغل اعمل سقفيها. بصوا تحت يا جماعه باخد جالون، جالون واحد بس الحمام المطبخ، واحط 10% 10% ميه وابدا اقلب الجالون اللي انا كنت واخد منه بلاستيك. والطريقه انتم عارفينها طبعا. مهم جدا البلاستيك اللامع يا شباب لان ده دي طبقه عامله زي الازاز او بلاستيك الشديد، طبقه حلوه جدا ما بتمتص ما بتاخدش البخار او الزيوت بتمسك فيها. نعمل نفس الخطوات اللي احنا اتعلمناها في الوش الاولاني، نبدا ندهن السقف. خلاص احنا حفظنا خلاص الخطوات دي كلها، نبدا نشتغل فيها بس في البلاستيك اللامع. نبدا نشتغل الوش التاني يا جماعه، ده الوش التالت، وشين بلاستيك مط، وش واحد بس وش لامع. الوش الاخير دي بيعمل طبقه حلوه جدا يا جماعه، اللي هو طبقه تمنع اللي تمتص بخار الميه او تمنع مفيش في زيوت تمسك فيها. الخطوه بعد كده يا جماعه نبدا، هو لسه بعد ما دهنت بستنى حوالي 10 دقائق وابدا اشيل اللزق زي ما انتم شايفين، طريقه سهله وبسيطه. زي ما اتفقنا احنا بنسيب حوالي ملي او 2 ملي واخلي اللزق بتاعي مستقيم، ماليش دعوه بسقف عالي او واطي طالع او نازل، انا شغال بخط مستقيم عشان يطلع معايا خط زي ما انتم شايفين عادل ومظبوط. وفي اي زيادات انا اضافها بسكينة صغيره. وكده يا جماعه نوصل لنهايه الفيديو. زي ما انتم شايفين جمال السقف، حتى بعد ما بنشف في طبقه عامله زي الازاز زي ما انتم شايفين كده زي المرايه، الطبقه دي ما بتخليش زي ما احنا قلنا اي وساخه او اي تربه تمسك فيها. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وزي ما هيظهر دلوقتي هم فيديوهات، يا رب تخشوا عليها وان شاء الله تستفادوا. عايز تعرف ازاي تدهن خشب بتاع بيتك، البيبان، الشبابيك، الشيش بنفسك بخطوات سهله؟ يلا بينا، يلا بينا. اهلا وسهلا اصدقائي الغاليين، هنستخدم زي ما انتم شايفين صنفره رقم 80. هبدا اخد الباب وهبدا اصنفر زي ما انتم شايفين، بصنفر الباب كله بصنفره 80. ايه فايده الصنفره دي يا شباب؟ احنا بنفتح مسام الخشب القديم عشان يبقى معايا دهانات، فبقى زي ما انتم شايفين ببدا بالحشو وابدا اشتغل. في ناس هتقول لي ايه الخطوط وفي حبر هنا بقلم ماركر او قلم يوكن، في قلم يوكن امسحه ازاي؟ دي بقى خطوه مش هتلاقيها في مكان ثاني وهي تستخدم تنر. ايوه يا شباب، بتاخد تنر بحته قماشه وتبدا زي ما انتم شايفين بيتمسح بسهوله جدا وبنضف البيبان. وعلى فكره يا جماعه احنا ممكن نستخدمها كمان في الحيطه، لو اي حد اولادنا صغيرين بيتمارس كتير بيشخبطوا على الحيطه، فانت ممكن تستخدم التنر وتمسح اي قلم او اي الوان موجوده على الحيطه باستخدام التنر. فانا بنضف زي ما انتم شايفين بيبان من اي كتابه مكتوبه،
ببدا اشتغل وابدا اصنفر الباب كله، وبعد ما صنفرت الباب كله ببدا انضف الترابه اللي طبعا موجوده، وده لازم مهم جدا يا جماعه عشان ما يكونش عازل بين اللون او الدهان اللي هو الاكيد اللي انا هبدا ادهن بيه. اصدقائي الغالبين ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. تاني خطوه بنبدا نشتغل فيها وهي نستخدم معجون بايثون. واجيب صبتين وابدا اشتغل ومعجن الباب. لو انتوا عايزين تعرفوا تاسيس البيبان في الاسطر او الدوكو هيظهر في حلقه الايفون يا شباب، فيديو كنت عامله قبل كده ازاي تستخدم او تحول الباب الاكيد بتاعك لباب دوكو او باب اسطر. ببدا زي ما انتم شايفين بشوف الفواصل الباينه قدامي، ببدا اشتغل على الفواصل بالمعجون، وبعض الزوايا المفتوحه نتيجه استخدام الباب كتير قوي ببدا اسد الزوايا دي. ونفس الكلام يا شباب بنستخدمه في الشيش، ببدا اصنفر الباب كويس قوي وابدا استخدم نظافه الاصنفر، وابدا استخدم صنبه او سكينه وافتح الحاجات المتقشره. في حاجات كده اكون فاتحه شويه ببدا انضفها بالصنبه، دي اسمها صنبه يا شباب. خطوه سهله بسيطه انا حابب اعلم اخواتي ازاي يشتغلوا بنفسهم وتنضف الباب. تبدا بعد كده تمسك الصنفره وتبدا احنا اتفقنا عليها صنفره 80 وصنفر الشيش كله. انا ليه بصنفر الباب كله او الخشب كله؟ عشان ابدا زي ما قلت لحضراتكم افتح مسام، المسام بتاع الخشب كله. بعد ما خلصت الصنفره ببدا زي ما انتم شايفين بنضف الفرشه، خلاص احنا حفظناه. ببدا اشتغل في كل خطوات عملي بستخدمها كلها في الخشب اللي انتم شايفينه قدامكم، خشب باب شباك. بعد كده ببدا الزق الازاز او فواصل عشان وانا بدهن ما يحصلش بهدله او عشان الازاز ما يتوسخش. ببدا الزق، ولو انت برضه جنب الحيطه او جنب الحيطه يا ريت تنزل الحيطه. بعد ما كل زقت الباب كله زي ما انتم شايفين يا شباب، بكون المعجون اللي انا معجنته في البيبان بعديها بساعه او ساعتين كل شيف. زي ما انتم شايفين الفواصل اللي انا اشتغلت فيها بالمعجون اهو زي ما انتم شايفين اهو، ببدا امسك نفس الصنفره اللي انا صنفرت بيها وابدا امشي على المعجون والفواصل اللي انا عملت بيها معجون بشتغل بيها كلها. وبعد ما خلصت ببدا اصنفر تاني، ببدا بعد ما خلصت ابدا انضف بالفرشه زي ما انتم شايفين، ببدا استخدم الفرشه تاني وانضف مكان الصنفره اللي صنفرتها. وقلنا بقول لك النظافه دي يا شباب عشان ما يكونش في عازل بين الدهان وبين الباب، ولو في زي ما انتم شايفين المفصله او اي حاجه زي الدوكه دي ببدا اشيلها. وكده الباب بتاعنا جاهز للدهان. ايه الادوات اللي بنستخدمها يا شباب؟ هي من شركه باكين، ده لكي يا شباب اللميع بتاعنا، ومعانا نفط رومي. ببدا استخدم علبه فاضيه وابدا استخدم زي ما قلت لكي ابيض سي بيتان الطريقه بتاعنا كده يا شباب، والعلبه الفاضيه اللي هشتغل فيها ونفط رومي. لازم يا شباب يكون نفط رومي ما يكونش نفط عادي عشان الباب بتاعي بعد فتره ما يحصلش يكون اصفر شويه. ببدا اخد شويه زي ما انتم شايفين وابدا احط 10% نفط وابدا اقلب لمده 3 4 دقائق واقلب كويس جدا عشان يتفاعل النفط مع اللاكين. وكده بكون جاهز للدهان. زي ما انتم شايفين بصوا يا شباب بطريقه بسيطه جدا ببدا اعمل الفواصل الموجوده. لو الباب بتاعك فيه ازاز، لو ما فيش ازاز زي كده وباب عدل ببدا اشتغل في الحشو، ده اسمه حشو اللي انتم شايفينه ده. بالفرشه ببدا استخدم الحشو نفسه بدهنه في الاول. ركزوا يا شباب بقى معايا في الجاي ده كده عشان ده مهم جدا جدا عشان تعرف تعمل باب شكله حلو جدا وتكون محترف فيها. ببدا امسك الرولة اللي انتم شايفينها دي رولة صغيره كده، ابدا افرد معايا اللاكين بالطول وبالعرض. بصوا يا شباب كل الناس بتشطب بالطريقه دي، لا انا هقول لكم على حاجه مختلفه. اخر حاجه اسمها مس، احنا بنمس الفرشه وهي فاضيه كده ببدا طالع نازل. وبعد ما اخلص الباب كله مفيش عليها دقيقتين زي ما انتم شايفين يا شباب، باخد من فوق لغايه تحت ما بشيلش الفرشه خالص، بخليها كلها خط واحد فوق وتحت كل الفواصل جنب بعضها، ده عشان يدي لمعه حلوه جدا. بصوا يا شباب من فوق لغايه تحت ما بشيلش الفرشه خالص، ومن تحت لغايه فوق بعمل الباب كله بالوضع ده. كل حته موجوده في الباب بعمل الوضع ده، طول طالع ونازل طالع ونازل عشان يكون كلها ميه واحده بعمل زي الازاز. طب الحاجه الثانيه المهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها وهي الزوايا او الباي الموجوده على الشمال خالص حوالين الباب. في ناس بتدهن بطريقه غلط شويه وهي دي بتمسك الفرشه وتبدا تدهن عدل. لا يا شباب احنا بندهن بميل، بمسك الفرشه بميل بسيط زي ما انتوا واضح في الفيديو. بص يا شباب في ناس بتبدا تشتغل على وضع الفرشه كده غلط، لا بميل الفرشه شويه ناحيه اليمين وابدا ادهن الباب بتاعي كده مفيش دهان هيجي على الحيطه او هيجي على القطيفه الموجوده دي. وما دام اتذكرنا القطيفه بصوا يا شباب في فيديو هيظهر في حلقه دلوقتي ازاي تعمل القطيفه. اتمنى كل فيديو عجبكم ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. بصوا يا شباب على باب الباب شوفي جمال الباب عامل ازاي، تحس هو ازاز وده كده حلو جدا. اللي عملته في الباب هنا بعمله في الشباك وفي الشيش وكل حاجه، وابدا اشيل الناس او التيب بتاعي. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون عجبكم. هيظهر معاكم فيديوهات جديده يا شباب، اتمنى تخشوا تشوفوا وتقولوا لي رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا جماعه، النهارده فيديو جديد هنتعلم مع بعض ازاي اعمل دهان الحجره بتاعتي بنفسي بدون الحاجه الى متخصص. تعالوا نشوف دي يا جماعه الادوات اللي هنستخدمها النهارده في الفيديو. كل الحاجات اللي قدامنا دي هنستخدمها وهنشرح بالتفصيل. تعالوا نتكلم عن خطوات اللي هنمشي بيها. الخطوه الاولى اللي هي التاسيس، الخطوه الثانيه دهان سيلر، الخطوه الثالثه اللي هو دهان السقف، المرحله الرابعه اللي هي لزق السقف، هنتعلم بالتفصيل كل حاجه. المرحله الخامسه والاخيره وهي دهان الحائط. تعالوا نشوف مع بعض. دي حجره قدامكم يا جماعه مقاسها 5 في 4 5 متر في 4 متر. دي في البدايه زي ما انتم شايفين كان فيها بعض الحاجات كده اللي اتسخت من الحجره، فصاحب عايز يجدد. دي كانت في البدايه ودي كانت في النهايه يا جماعه. هي دي ازاي نوصل للحيطه كده، تعالوا نتعلم خطوه خطوه. المرحله الاولى وهي سحب المعجون وصنفره الحجره بالكامل. هنا يا جماعه بمعجن الحاجات البايظه بس. تعالوا نشوف مع بعض. دي اوضه زي ما انتم شايفين، حاجات بسيطه جدا اللي كانت محتاجه اللي هي تتعمل بمعجون حوالين الشباك. في بعض الخبطات الخفيفه في الاوضه فعملتها معجون. بعد كده خدت الحيطه كلها صنفره، صنفره 80 درجتها كام؟ 80 صنفره الحيطه كلها. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه دهان سيلر مائي الحجره كلها. انا جبت جي ال سي، انا بفضل اشتغل بيه المقاوم. ببدا احضر تحضير السيلر المائي، بحطه بس ده اسمه جالون يا جماعه. الاوضه كلها السقف بالاوضه تاخد جالون.
طب اخفف قد ايه ميه؟ بنسبه 100%. بخفف بنسبه 100% ميه. معلش انا باكد المعلومه عشان انا بتكلم مع الناس المبتدئه او ان اي حد حابب يدي النقطه بتاعته فراح يكتب التفاصيل شويه في الفيديو. اما الناس المتخصصه ما فاهمين احنا بنعمل ايه. فابدا اقلب وزي ما قلت لكم بخفف بنسبه 100% يعني جالون بحط قد بالظبط ميه وابدا وبعد كده ابدا اقلب الصاله كويس وابدا اشتغل. تعالوا نشوف دلوقتي ازاي نشتغل خطوه خطوه. دلوقتي بمسك الصاله بدهن في الزوايا زي ما انتم شايفين باخد زوايا الحيطه كلها بس بشتغل يا جماعه جنب جنب بدل ما اشتغل لوحدي او في حد معايا ممكن هو يعمل بالفوشه قدامي وانا اشتغل بالولا. بس بتكلم ان انت بنفسك اللي هتعمل ده كله. انا بعمل بالفوشه الزوايا اللي الاوضه مش هينفع توصل لها زي ما انتم شايفين. بعد ما اخلص الاوضه كلها او الجنب جنب بالفوشه الصغيره دي ابدا اشتغل دهانات بالولا. اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي ابدا اولع الحرف خالص بطلع كل ما هو زياده في الاوضه وابدا اشتغل. بشتغل ازاي وانا دايس على الحيطه بدوس شويه لغايه ما احس الدهان بدا يطلع وانا نازل. ما يفضلش ان انا ادوس عشان البويه او الصوره ما ينزلش على الاوضه. بمشي خطوه بخطوه وافرش لاين جنب لاين او خط جنب خط لغايه ما اعمل الاوضه كلها. يفضل طبعا ما اشتغلش بايدي، اشتغل بعصايه اسمها زانه. بس بجيب عصايه وببدا اشتغل بيها زي ما انتم شايفين. الصاله دي يا جماعه مهمه جدا 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 لانه انت بعد ما بتصفر بتلاقي الحيطه فيها تراب كده، فالتراب ده ممكن يكون عايز يبقى بلاستيك. في ناس كده ما بتستخدمش ده، فيفضل ان احنا نستخدم الصاله لانه مفيد جدا بالنسبه للحيطه، بيديها متانه وصلابه وبيحميها من التراب الناعم. نيجي نخش المرحله بعدها وهي المرحله الثالثه اللي هي تجهيز طلاء السقف ونيت السقف وجه الاول وجه الثاني. ازاي نحضر؟ تعالى نشوف. زي ما انتم شايفين السقف كان فيه بعض الخبطات الخفيفه عملتها بالمعجون وبدات اجهز ازاي ابدا اشتغل واجهز البلاستيك. انا بستخدم بلاستيك سايبر 700. في عندك انواع ثانيه زي 30 انواع كتير بس اهم حاجه يكون بلاستيك مط. السقف يا جماعه بلاستيك مط. دي الادوات اللي بشتغل بيها. الجالون انا بجيب للسقف الاوضه عباره عن جالون ميه. هنشوف مع بعض. ببدا احطها في سله كبيره وابدا اخفف الجالون. لو في بعض من البلاستيك ببدا اقلب. في ناس كتير بتسالني انت ليه بتلبس جوانتي وانت بتقلب؟ بص يا جماعه لازم اشتغل بايدي عشان اشوف السمايكه بتاعت البلاستيك محتاجه ولا لا. زي ما انتم شايفين انا بخفف بنسبه لتر ونص ميه وابدا اقلب. وزي ما قلت لكم بستخدم ايدي ما بستخدمش جوانتي عشان اعرف ازاي محتاج ولا مش محتاج. ونرجع تاني نبدا ندهن السقف زي ما انتم شايفين. السقف ده يبان صعب بس سهل يا جماعه ما تقلقوش. اهم حاجه ما يكونش كله مليان بلاستيك. وامشي خطوه خطوه او لاين لاين زي ما انتم شايفين اهو. مش دايس على ايدي انا شغال، بخلي الغوله تمشي لوحدها. انا ساند الغوله بس يا جماعه ساندها وتبدا تدهن السقف لاين جنب لاين عشان ابدا اخدها ما اسيبش حاجه. الموضوع سهل يبان صعب بس سهل اي حد فيكم ممكن يعمله زي ما انتم شايفين. باخد خط جنب خط وابدا اشتغل وكل شويه اعمل اللي انا امشي بيقول على القديم والجديد مع بعض عشان يعمل دمج بين القديم والجديد او اللاين اللي فات واللاين الجديد. بشتغل بالوضع ده على السقف كله. بصوا يا جماعه هنا بدي بطول السقف لان الوجه الثاني هعمل بعرض سقف. شايفين مطبط الحاجه الغوله بتعرف تجيبها. بعد ما بخلص السقف ده ببدا استخدم الفوشه باخد الزوايا زي ما انتم شايفين دلوقتي. انا بدات اخد الزوايا اللي تحت السقف على طول. بعمل حاجه اسمها زي وزره كده او مكان الكورنيشه. لو انت عندك كورنيشه بتنزل على طول مفيش مشاكل. ما عندكش بعمل بمسافه 10 سم زي ما انتم شايفين. بدي الوش الثاني بمقدار او بحجم 10 سم. بكده اكون خلصت مكان الكورنيشه كلها تحت السقف على طول. ولو زي ما انتم شايفين عندي صوره في النص ببدا هنا. ولو انا عندي كورنيش هنا بدي هنا نفس زي ما بعمل في الصوره بالظبط دلوقتي. لو عندي كورنيش في الاوضه بدي بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. اصل على الفيديو وبكده اكون خلصت الوجه الاولاني بالنسبه للسقف كله. نبدا بقى نشتغل في الوجه الثاني. الجالون يا جماعه اللي بناه هيقضي السقف ده الوجه الثاني. خلاص احنا اتعلمنا باخد من على الحرف الاولى ما نزلهاش تحت خالص، بحاول انزل اي زيادات وابدا اشتغل. الوجه الاولاني خدت السقف كله بالطول، المره دي هاخد السقف بالعرض عكسه بالظبط. اوكي يا جماعه انتوا مركزين معايا فانتوا واخدين بالكم. انا بدي الوجه الثاني امتى؟ بعد حوالي ربع ساعه من الوجه الاولاني. بعد ما بدي وش او الوجه الاولاني بستنى حوالي ربع ساعه او نص ساعه على حسب الجو الموجود في الاوضه. يفضل يعني ربع ساعه وابدا اشتغل الوجه الثاني زي ما انتم شايفين. بخلص السقف كله بنفس الطريقه دي وزي ما اتفقنا لاين جنب لاين. ابدا اعمل الوزره اللي انا عملتها قبل كده مكان الكورنيشه برضه الوش الثاني او الوجه الثاني بنفس الطريقه. بعد ما خلصت السقف كله بستنى حوالي ساعه السقف ينشف وابدا المرحله الرابعه وهي لزق وزره السقف بالاستيكر زي ما انتم شايفين. بلزقه ازاي؟ انا باجي على يعني اول الحيطه وابدا انزل الاستيكر ده. يفضل يكون حد معاك، ما فيش اعمل زي ما بعمل بالظبط. لزقت وانزل على السلم واجي اخر الجنب الثاني. ركزوا يا جماعه ركزوا، انا بلزق على اقل حته في السقف نازله اللي هي دي في ناحيه الزاويه. حتى لو الحيطه جايه يمين وشمال وطالعه ونازله انا ماليش دعوه، انا ماشي بلاين واحد خط واحد بالاستيكر زي ما انتم شايفين. ببدا ادوس على الاستيكر واكد طبعا عشان ما يجيش بلاستيك ينزل تحت اللزق. بعمل الاوضه كلها زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصت الاوضه كلها بالوضع ده هبدا اشتغل في مرحله الدهان، المرحله الخامسه والاخيره اللي هي ازاي احضر البلاستيك وازاي ادهن. بصوا يا جماعه الاوضه دي 5 في 4 زي ما احنا اتفقنا بتاخد جالونين، جالونين بلاستيك جاهز كمبيوتر. طبعا صاحب الاوضه اختار اللون البيجي فاتح. هنشوف مع بعض ازاي احضر او ازاي اجهز. مهم جدا اللي هيحصل دلوقتي يا جماعه ركزوا معايا. انا باخد جالون بفضيه كله واخد الجالون الثاني بفضي ثلاث ارباع الجالون، يعني ما فضيش الجالون كله. ليه؟ عشان وانا بخفف لو بلاستيك خف مني بيكون معايا بلاستيك خام ببدا احط ثاني. في ناس ما تعرفش ازاي تخف البلاستيك فعشان كده بتكون شحم او تقيل، فبدل ما يجيبوا 2 جالون بيجيبوا 3 او 4 فبيكلفوا مبالغ عاليه جدا. احنا هنتعلم مع بعض في الفيديو ده ازاي تعرف المنسوب السليم عشان تدهن على الحيطه
ما يكونش خفيف وما يكونش تقيل. ركزوا معايا يا جماعه دلوقتي، هو حوالي الاثنين جالون دول بياخدوا يتراوح تخفيف الميه 2 لتر ميه، 2 لتر ميه. بس ده مش شرط، احنا هنتعلم مع بعض ازاي اعرف البلاستيك بتاعي وصل لدرجه التخفيف السليمه ازاي. هقول لكم دلوقتي، انا هبدا اقلب كويس، وانا بقلب زي ما قلنا ما بقلبش جوانتي عشان لازم بايدي احس سمك البلاستيك خفيف ولا تقيل، جوانتي مش هيقدر اعرف هو خفيف ولا تقيل. انا زي ما انتم شايفين دلوقتي انا حسيت البلاستيك تقيل شويه فببدا اخفف الميه. طب يا عم قول، انا مش عارفين احنا مش حاسين زي ما انت حاسس، انت ازاي البلاستيك محتاج ولا مش محتاج؟ هقول لكم حاجه حلوه قوي الناس مبتدئه، شوف انا بعمل بايدي، ظهر ايدي اتغطى بالبلاستيك والبلاستيك بينزل، يبقى انا كده المنسوب سليم. لو البلاستيك فضل واقف على ايدي يبقى هو كده تقيل، البلاستيك تقيل. طب انا ما غطاش ايدي اصلا يبقى كده البلاستيك خف مني قوي. ببدا احط حبه من المواد الماده الخام اللي هي البلاستيك زي ما انتم شايفين، انا بقلب وايدي بتكون مغطاه. نبدا محاوله الدهان، باكل على اللزق وابدا ادوس عليه شويه، وابدا بالفوشه ابدا اشتغل في الزوايا كلها زي ما انتم شايفين، باخد بعرض الفوشه باخد الزوايا كلها. بص يا جماعه، لو انت تشتغل بنفسك بلاش تعمل الاوضه كلها زوايا، يعني ما تدهنش الاوضه كلها وبعدين تدهن بدور، لا انت بتاخد جنب جنب او عمود عمود زي ما انتم شايفين. انا بخلص العمود وهبدا ادهنه. في ناس بتغلط غلطه، هي ممكن تدهن الاوضه كلها بالزوايا بالفوشه وبعدين تدهن فبيكون نشف فبيعمل طبقتين، لا احنا بنمشي جنب جنب. معلش باكد عشان الناس المبتدئه اللي حابه تتعلم ازاي تدهن بنفسها. انا بخلص العمود زي ما انتم شايفين بالفوشه، كل الزوايا فوق وتحت يمين وشمال. ممكن اخد العمود اللي بعديه او الجنب اللي بعديه، الزاويه دي الزاويه دي يا جماعه زاويه ضيقه جدا فالغله طبعا مش هتمشي فيها، فيفضل انت تجيب غله صغيره اهي يا جماعه، بتبدا المكان اللي تعمل بالفوشه تبدا تمشي عليه الغله دي عشان تعمل نفس الحبايه ونفس الملمس بتاع الحيطه كلها. ابدا اشتغل بقى، انا بشتغل زي ما احنا خلاص اتعلمنا مع بعض ازاي اعمل غله وازاي افضيها كويس، وابدا اشتغل بنظام. وانا طالع بالغله بدوس، وانا نازل بلاش ندوس نخلي الغله تمشي لوحدها، نفس الفكره. انا بفش بدوس على البلاستيك بالغله، وانا نازل مش بدوس، اشتغل على الموضوع ده في الاوضه كلها وبدي وشي الاولاني كله عشان ما اطولش عليكم. بدي الاوضه كلها بنفس الطريقه دي وبنفس الاسلوب ده. ببدا في حاجه اسمها بمس يعني بمشي على اللي انا عملته مرتين ثلاثه عشان يخش حبايه عاليه في نفس الوقت تبقى كله ميه واحده. يعني شفت الثلاثه اللي انا عملتهم الثلاثه اللي انا عملتهم مشيت عليهم كلهم ثاني عشان يبقى نفس الدرجه. يبقى كده هعمل الاوضه كلها بنفس الطريقه. ابدا اشتغل من الوجه الثاني او الوش الثاني. انا يعني ضيقت الفيديو عشان وقتكم. بشتغل الوجه الثاني بنفس البلاستيك يا جماعه، ما عملتش اي حاجه. بدي الوش الثاني او الوجه الثاني. بديه يا جماعه بعد نص ساعه. بعد ما بديت الوجه الاولاني بستنى نص ساعه وابدا اعمل الوجه الثاني زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل جدا، واتمنى تكونوا يعني استفدتوا من الفيديو. ولو في اي حد محتاج اي سؤال ممكن يعمل لي تعليق. اتمنى بجد الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. بعدين وابدا اعمل الاسلوب ده الاوضه كله الوجه الثاني وزي ما انتم شايفين شغال. بعد كده بشيل الستيكر او اللزق بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، بجيب وامشي واحده واحده بعديها ب 10 دقائق بعد ما اخلص الاوضه كلها، بستنى 10 دقائق وابدا اشيل اللزق. زي ما انتم شايفين الاوضه بقت حلوه جدا وعملتها بنفسك، الموضوع سهل مش صعب، اي حد يقدر يعملها. لو الستيكر اللي انتم شايفينه ده مش هينفع عايزين تعمله بعد ما خلصتوا الستيكر، شايفين يا جماعه دي اوضه اهي اوضه ثانيه. بعد ما خلصت عملت الستيكر او اللزق كورنيشه، حابين بالوضع ماشي ده، حابين بالوضع اللي احنا جايين له دلوقتي اوكي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وحصل استفاده، ولو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي انا هكتب على الوصف الفيس جروب بتاع الفيس وتتواصلوا معايا، واي سؤال وشكرا لكم والسلام عليكم. السحاب المطاطي ديكور جميل هنتعلمه مع بعض بكل سهوله ازاي تعمل الديكور الجميل ده. يلا بينا يلا بينا. اهلا وسهلا اصدقائي الغاليين في فيديو جديد هنتعلم مع بعض ديكور السحاب المطاطي. ديكور حلو جدا وسهل اي حد فيكم يقدر يعمله. بص يا جماعه، من اهم شروط السحاب المطاطي يكون الخلفيه بتاعتك جامده. عايزين تشتغل في الرمادي الجانبي مفيش مشاكل، انا بفضل ان اشتغل على خلفيه سوداء عشان كده هدهن العمود ده لون اسود وبعدها ابدا اشتغل في الديكور بتاعنا. يلا بينا يلا بينا. وهنا هنعرف الادوات اللي هنستخدمها وهي بلاستيك مط اسود من شركه داكين وخففه بنسبه 10%، ومعانا سحاب مطاطي ازرق من شركه ميكس. معانا لونين يا جماعه في الفيديو بتاعنا، هيكون ذهبي ولون ازرق. والادوات اللي هنستخدمها زي ما انتم شايفين غله صغيره وفوشه كبيره وفوشه صغيره. يلا نشوف الطريقه العمليه. وهنبدا دلوقتي نبدا ندهن اللون الاسود بتاعنا. يا جماعه ده لون بلاستيك مط، لازم يكون بلاستيك مط. لو جبنا بلاستيك مط هنبدا نشتغل زي ما انتم شايفين بطريقه سهله بسيطه، وزي ما احنا اتعلمنا ازاي ندهن هيظهر في حرف الاي فوق ازاي تمسك الغله وازاي تدهن. يلا نبدا. بص يا اصدقائي، بعد ما نخلص الفرد الذهبي بتاعي ببدا امس. بعد ما خلصت الوجه الاول ببدا استنى حوالي ساعه وبعدها ابدا الوجه الثاني. وبعد ما استنينا ساعه والحيطه نشفت زي ما انتم شايفين هبدا بالوجه الثاني. وبعد كده استنى حوالي نص ساعه وهبدا اشتغل بالديكور بتاعنا. وبعد ما خلصنا الوجه الثاني للحيطه باللون الغامق، وبعد ما استنى نص ساعه هنبدا نشتغل بالديكور بتاعنا وهنبدا بيه سحابه مطاطي ذهبي. بصوا يا جماعه، هو بيجي زي ما هو كده ما بخفش اي حاجه خالص، وابدا اشتغل بعمل ازاي زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين زي ما اسمه كده مطاطي هو بيمط معايا شويه، ببدا الف معايا الدهان
وبتعملها بطريقه نظام حفر زائد كده 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 كده. بصوا يا شباب الموضوع سهل جدا. تاني اخد البويه زي كده وابدا الف معايا، عايز املاها تاني وكده مفيش مشاكل. طريقه سهله بسيطه بنعيد بقى معايا بطريقه عكسيه حفر زائد زي ما انا عايز كده باي طريقه عشوائيه زي ما انتم شايفين. موضوع سهل وبسيط واي حد فيكم يقدر يعمله. بصوا يا جماعه هو يبان لون شفاف عادي بس لا لون ذهبي لما بينشف اللون بتاعه بيبدا يبان. معلش انا كل شويه باكد عليكم شوف انا بعملها ازاي. زي ما انت عايز باي طريقه انت عايزها، عايز حافظ عايز تقطع وتنزل مفيش اي مشاكل. اهم حاجه اللي انت بتمط معاك السحابه نفسها، في حد ممكن يعملها كده فوق لتحت مفيش اي مشاكل. اوكي يا شباب بصوا يا شباب احنا ممكن نعملها لونين ثلاثه. انا بعمل الالوان اللي تمشي مع العفش الموجود في البيت هنا، فعشان كده اخترت اللون الذهبي واخترت اللون الثاني اللون الازرق. فانا شغال بسيب بعض المسافات عشان اللون اللي بعد كده اللي هو اللون الازرق. بصوا يا شباب انا بعملها بطريقه عشوائيه بعيد عن بعض، بس اهم حاجه ان اللون ده معايا يتمط معايا يمين وشمال زي ما انتم شايفين. بصوا يا شباب لو احنا حاسين ان اللون الاسود كتير شويه انت ممكن تعملها تاني بس المسافات اوسع، يعني زي ما انتم شايفين كده في الاماكن اللي هي مش موجوده ووسع المسافات فوق وتحت واسحب معايا. بصوا يا شباب احنا شايفين فين؟ لفين؟ كانك بتوصل وصلات معينه في الاماكن اللي هي مش موجوده. طب يا عم انت عايز توصلنا لغايه فين؟ بصوا يا شباب ممكن اخد مسافه فوق بعيد مسافات بعيده ده في الاخر خالص. بصوا يا شباب الموضوع ده بيتشاف بعد حوالي نص ساعه، طب انا ممكن اعمل ايه خلال نص ساعه دي؟ لو انا شايف ان في اماكن معينه واخده كميه كبيره من السحاب المطاطي ممكن اعمل كده. ممكن اسحب من المكان اللي فيه كتير منه دهانات واسحبها لمكان تاني زي ما انتم شايفين، يعني الحته دي فيها كميه كبيره باخد من هنا واوصل هنا، باخد من هنا واوصل هنا زي ما انتم شايفين بطريقه عشوائيه كده بسيطه. هو ما بينشف باللون الذهبي بيبان اكتر واكتر، بس لو انتم شايفين ان انت رميت بوهيه او رميت السحابه بتاعتك بكميه كبيره انت ممكن تاخد زي ما بقول كده الكميه دي تسحب من الكميه دي قبل ما تنشف زي ما انتم شايفين. يعني في اسطمبه معينه احنا ممكن نمشي بيها، لو مفيش اسطمبه معينه انت بتمشي زي ما انت شايف ازاي تعملها زي ما انتم شايفين. عملتها حرف زد او عملت اكس او عملت في وفي نفس الوقت تطلع وتنزل زي ما انت عايز. وبعد ما خلصت اللون بتاعي بستنى حوالي نص ساعه عشان الحيطه تنشف، وبعد كده ببدا اشتغل في اللون الثاني وهو اللون الازرق للسحاب المطاطي. اصل طايق غريب وبعد كده ببدا في اللون الثاني للسحاب المطاطي وهو اللون الازرق زي ما انتم شايفين. بعمل نفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها في اللون الذهبي. خلاص احنا اتعلمنا ازاي نشتغل وابدا هنا يا جماعه. عايز اقول احنا لازم نشتغل على المهده قوي في اللون الثاني، لان هنا هتوزع في الاماكن اللي هي فاضيه او الاماكن السوداء ببدا اوزع بطريقه منتظمه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. عايز اقول معلومه ثانيه يا شباب وهي ان اللون ده ما بيضافش عليه اي حاجه زي ما هو زي ما بيجي كده، الالوان زي ما هي ما بضافش اي شيء. ببدا اشتغل على طول زي ما انتم شايفين. هبدا اشتغل ازاي الاماكن اللي هي بعيده عن الذهب شويه او في الاماكن السوداء زي ما انتم شايفين ببدا اوزع. زي ما قلت يا شباب احنا بنشتغل بالالوان اللي تمشي معانا مع العفش الموجود. عايز تعمل لونين ماشي، عايز تعمل ثلاثه ماشي، عايز تعمل اربعه ماشي، اختار الالوان اللي تناسب الشقه بتاعتك. بس يفضل انت تختار يفضل انت تختار لونين بس تبدا تشتغل عليهم. في ناس بتحب تعمل ثلاثه ويا جماعه الدكتور ده ناس كتير جدا بتطلبه مننا اللي احنا نعمله ودكتور حلو جدا. اصدقائي ما تبخلش علينا بلايك جميل لو انت نسيت تعمل لايك واشتغل في القناه لو انت لسه ما اشتركتش وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد. يلا نكمل يلا بينا. ولو فيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل مشاركه لاصدقائك عشان يستفادوا ويعملوا نفسهم. وبعد ما خلصنا يا شباب اللون الثاني للسحاب البطاطي، في ناس بتحب تسيب المنظر ده طبعا ينشف، طبعا هيبان جمال المنظر بعد نص ساعه بينشف. عايزين تسيبوه بالوضع ده ماشي، عايزين تدهنه وش وجيش مائي عشان يحمي الحيطه من الوساخه التراب عشان حابب تنظف الحيطه، وده يفضل طبعا وده اللي احنا هنعمله في الفيديو اللي احنا بعد نص ساعه او ساعه واتاكد ان الحيطه نشفت ببدا اشتغل اجيب وجيش مائي وابدا ادهن الحيطه كلها عشان يقبل معايا غسيل او نظافه، لان احنا زي ما اتفقنا اللون الاسود ده لون مط ولون مط او مطفي بيمسك فيه وساخه بسرعه يا شباب، فعشان كده يفضل يتدهن بيه وجيش مائي. اصدقائي الغاليين وبعد ما الحيطه نشفت بعد نص ساعه ببدا اشتغل زي ما اتفقنا بالوانيش المائي، وهو باين من اسمه وانيش مائي بيخفف بالميه بنسبه 10%، بنسبه 10% ببدا اخف الوانيش المائي بتاعي وابدا اشتغل على الحيطه. طب ايه الفايده؟ في ناس بتحب زي ما قلنا بتسيب الديكور كده هو شكله حلو جدا، بس يا جماعه لو الديكور بتاعنا اتوسخ مش هنعرف نغسله ومش هنعرف ننضفه، اما الوانيش المائي بيدي لمعه حلوه جدا للديكور بتاعنا وكمان قابل للغسيل بالميه عادي بنضف الديكور بتاعنا، وعشان كده احنا هنعمل الوانيش المائي. يلا بينا يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا شباب هو يبان له ابيض بس هو شفاف لون شفاف محدش يستوعب من اللي هيحصل دلوقتي، وهو انت لما تيجي تدهن زي ما انتم شايفين بتعتقد ان اللون كده خلاص، بتعتقد ان اللون كده خلاص ضاع واحنا جايبين هنا ابيض. لا يا شباب بعد ما الحيطه تنشف بحوالي نص ساعه اللون ده ما بيبانش، بيبان ده مع حلو جدا تشتغل كده طبيعي زي ما انتم شايفين. ببدا امس الحيطه. انا بقول يا شباب انت ممكن تصور وتقول خلاص اللون بتاع الديكور ضاع، لا انت بعد نص ساعه اللون ده الابيض اللي انتم شايفينه ده بيختفي ويظهر بيها لمعه وهتشوف الديكور حلو جدا كمان نص ساعه. بص يا جماعه انا هسيب ده وهسيب ده يشرب نص ساعه عشان اوريكم الفرق بين اللون ده وبعد كده تصور وبعد نص ساعه هنشوف الفرق بينهم بعض. زي ما انتم شايفين يا جماعه بعد ما نشف اللون خلاص اختفى وفضل معانا لمعان ونعومه، والفرق بين اللمعه بين اللي اتعمل ما اتعملش صغير. اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا.
بص يا جماعه الدمعه عامله ازاي. كمان هتبقى معايا الغسيل فوق مفيش دمعه زي تحت، تحت في دمعه بسيطه ما اعرفش باين معاك الكاميرا ولا لا، فوق مطفي. وكده يكون خلص الفيديو. وممكن تغسل العمود زي ما انت عايز براحتك، زي ما انتوا شايفين بقى شكله حلو يا جماعه ازاي. مش العمود ده بس يا جماعه، احنا عملنا العمود الناحيه الثانيه نفس الكلام، واللي في النص ده زي ما انتوا شايفين ده لطيفه. لو عايزين تعرفوا لطيفه بتتعمل ازاي هيكون لينك الفيديو موجود في وصف صندوق الوصف تحت، خشوا هتلاقوا حاجات كتير جدا يا جماعه ممكن تتعلموها وتعملوها بنفسكم وتكون كتير جدا. كل الفيديوهات يا جماعه هتكون في صندوق الوصف. يعني يا شباب ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وبكده اصدقائي يكون الدوكو بتاع النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يوصلك كل ما هو جديد. كل سنه طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده مش ورق حائط. ايوه ده مش ورق حائط، ده سقف عادي انت ممكن تعمله باشكال مختلفه وبشكل جميل. تقدر تعمل اشكال حلوه جدا في السقف. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي الغاليين في قناه وسيم كمال الابداع. النهارده هنتعلم مع بعض علاج السقف بنفسك. اول خطوه نعملها وهي ان انا انظف او اشطر السقف وابدا اصنفر السقف كله. بص يا شباب احنا تيجي جدا بعدنا في البيوت في بعض الحاجات من نتيجه رطوبه او تقشير البلاستيك، ببدا اشطر زي ما انتم شايفين وابدا اشتغل في تنظيف السقف. وبعد كده ابدا استخدم سدر مقاوم جي ال سي، سدر اكريليك مائي، وابدا اخش في المرحله الثانيه وهي ان انا ابدا اخد جزء من السدر ده على قد ما انا عايز للسقف بتاعي وابدا اشتغل واحط فيه جالون فاضي وابدا اخفف بنسبه 100% ميه. ايوه يا شباب ببدا اخفف السدر المائي بنسبه 100%، يعني المقدار اللي انا احطه من السدر بحطه زي بالظبط بالميه وابدا اقلب كويس جدا لمده حوالي ما يقرب من نص دقيقه او دقيقه. ببدا اقلب كويس جدا وابدا اشتغل في الدهان. زي ما انتم شايفين يا شباب ببدا ادهن بطريقه سهله بسيطه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده احنا اتعلمنا مع بعض في فيديوهات كتير جدا ازاي تمسك الرولر وازاي تدهن، هيظهر في حرف الاي وفي صندوق الوصف تحت فيديوهات بتشرح ازاي تبدا تشتغل بطريقه احترافيه وبطريقه سهله جدا. انا بعد ما ابدا اشتغل في السقف زي ما انتم شايفين بعد ما حوالي ساعه من دهان السقف كله ببدا اخش في المرحله اللي بعدها وهي بستخدم معجون بلاستيك، ودي خطوه رقم 3 وهي سحب معجون. ببدا يا جماعه اجيب معجون سايبس او معجون جي ال سي، اي حاجه ممكن تشتغل معاك عادي، اهم حاجه يكون معجون بلاستيك. وابدا اشتغل في الحتت اللي هي اشرت او اللي انا ظبطتها، وده سحب الوجه الاول. ببدا اسحب كل الحاجات المقشره او المطبات الموجوده. طب بعد ساعه من سحب الوجه الاول ببدا اسحب الوجه الثاني، ببدا اسحب الوجه الثاني في نفس الاماكن اللي هي بدات تتقشر بيها. وبعد ما خلصت السقف كله بستنى حوالي ساعه ثانيه يا جماعه وابدا اصنفر بصنفره رقم 120، ما نجيبش صنفره يا جماعه الا 120، واخش في الخطوه رقم 4 وهي دهان السقف ببلاستيك اكريليك مائي. بص يا جماعه انا ببدا استخدم جي ال سي، البياض بتاعه حلو جدا هو 30 30، وابدا اخفف في الميه او ممكن استخدم بلاستيك سايبر 700 بس بيكون اغلى شويه. ببدا زي ما احنا اتعلمنا مع بعض باخد الكميه اللي انا عايزها وابدا اشتغل بيها. بخفف بنسبه كام يا شباب؟ بخفف بنسبه 10%، بنسبه 10% ميه، وابدا اقلب. واحنا اتعلمنا مع بعض ازاي اعرف اللي انا قلبت بطريقه صحيحه موجود في صندوق الوصف، انزلوا واتفرجوا واتعلموا. ببدا اخد البلاستيك بتاعي بعد ما جهزته، ببدا ادهن الكورنيش الموجوده ما بين السقف والحيطه. لو في زوايا معينه زي ما انتم شايفين باخدها بالفرشه، لو في بانو برضه بزوايا ببدا اخدها بالفرشه. ببدا بعد كده بشتغل في لو في صوره معينه او دهانات معينه ببدا اشتغل فيها. بصوا يا شباب كتير جدا في الكومنتات الناس بتقول لي احنا بنخاف نعمل ده، بنخاف نبوظ حاجه زي كده. بصوا يا شباب الموضوع سهل، معايا شجاعه وجرأه منك عشان تبدا تجرب بنفسك. صدقوني في ناس كتير اعرفها وكلمتني في الكومنت وقالت احنا جربنا وعملنا وطلع حلو جدا. ببدا اشتغل في السقف دهان الوجه الاول زي ما انتم شايفين لاين لاين او بطريقه منتظمه. وبعد ما بيعدي ساعه عشان وقتكم ببدا بعد ساعه ببدا اخش في دهان الوجه الثاني للسقف. وبعد ما خلصت السقف كله دهان الوجه الثاني مستنى حوالي ساعه وابدا اخش في المرحله اللي بعدها وهي المرحله كويسه جدا وهي الخطوه رقم 5 وهي دهان وجه مائي. بصوا يا جماعه دي اسمها طباعه. الطباعه دي بتتكون من 4 قطع مختلفه. قطعتين تحت بتاخد من تحت قطعتين تحت بتبدا تاخد الدهان بتاعي وتدي للقطعه اللي فوق اللي انتم شايفينها دي، والقطعه اللي فوق دي بتدي للشكل اللي هو الازرق اللي انتم شايفينه ده، شكل طباعه بالوان مختلفه باشكال مختلفه. في طباعه مروحه، في سنبله، في اشكال مختلفه كبيره جدا وممكن استخدمها في حاجات كتير جدا بالوان مختلفه. ممكن استخدمها على الحيطه زي ما انتم شايفين. ببدا لو انا عايز اعمل شكل معين في الحيطه هيبقى موجود في صندوق الوصف تحت يا شباب اشكال جميله جدا للطباعه والالوان المختلفه اللي ممكن استخدمها. ابدا ازاي بستخدم النهارده اللي انا شغال بيها زي ما انتم شايفين. ببدا اجيب ورنيش مائي شفاف زي ما انتم شايفين، ببدا احطه في الطباعه بتاعتي في العلبه زي ما انتم شايفين عشان ابدا اعمل الشكل الجميل اللي هيعجبكم دلوقتي يا شباب. في ناس كتير بتستخدم السيلفر، في ناس كتير بتستخدم الوان مختلفه، انا بحب اشتغل في الورنيش المائي العادي ده بيكون فيه لمعه بسيطه. البلاستيك المطي يا شباب، البلاستيك احنا بنشتغل بيه يا شباب وبلاستيك مطي يعني مطفي، اما الورنيش هو لميع. هنشوف دلوقتي منظر جميل جدا، بس ما تنساش قبل ما نشوف المنظر يا شباب اتمنى ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت تقول لي فيه رايك في الفيديو، وكمان ممكن تقول لي اقتراحات معينه في الفيديوهات اللي انت عايز تشوفها، او لو عندك مشكله ما في الشقه متخصصه في الدهانات او علاج رطوبه او اي شيء يا شباب اكتبه في كومنت وانا هرد عليه، او ممكن اعمل لك فيديو مخصوص لاجلك بالسؤال بتاعك. بص يا شباب انا بدات اشتغل في الجزء اللي انتم شايفينه ما بين الكورنيشه والبانو بشكل اسمه المروحه، اما جوه البانو بدات اشتغل بشكل ثاني هو السنبله زي ما انتم شايفين. يعني انت في ايدك تختار الاشكال اللي انت عايزها، بيطلع في الاخر منظر حلو جدا. انا طفيت النور عشان تشوفوا قد ايه جمال السقف عامل ازاي. بص يا جماعه ده كانك عامل ورق حائط شكله حلو جدا، بس اهم حاجه اللي شغال يشتغل لاين عدل ما يجيش يمين ولا شمال عشان الاشكال ما تخشش في بعضها بطريقه سهله بسيطه. بص يا شباب هو الاستفاده كبيره جدا اللي احنا بنبدا نعالج السقف من اي مطبات. الشكل ده حلو جدا يا شباب، الفيديو حلو جدا يا شباب، الشكل تحفه تحفه في الواقع يا جماعه. بص تحس انت عامل ورق حائط شكله حلو جدا ومفيش اي عيوب في السقف ولا مطبات بتبان بعد ما بنعمل الشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. اصدقائي الغاليين كده الفيديو بتاعنا خلص، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما جديد. وزي ما انتم شايفين يا جماعه هيظهر لكم دلوقتي فيديوهات كتير جدا انت تتعلمها بنفسك، خش واتفرج وقول لي رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايز تدهن باب حديد وفي ساعتين بس؟ هات الكمبلوسر
وتابعني. ويجي على نقطة تانية يا أصدقائي الغاليين، هنبدأ نتعلم مع بعض خطوات دهان باب حديد بطريقة سهلة جدا. وهي الخطوة الأولى هنبدأ نعمل صنفرة الباب. نجيب يا جماعة صنفرة حدادي أو صنفرة رقمها 80 وتبدأ تنظف الباب زي ما احنا شايفين دلوقتي. ده باب كان معمول من حوالي سنة برايمر، وزي ما هيظهر في حرف الأي فوق دلوقتي أنا كنت داهن الباب ده قبل كده برايمر. فزي ما انتم شايفين تاني خطوة هبدأ أنظف الباب زي ما انتم سامعين صوت الهواء. لازم أنظف الباب عشان ما يكونش عازل بين الدهان وبين الباب. تالت خطوة لازم نعرف إيه الأدوات المستخدمة لطلاء باب الحديد. اول حاجه هنجيب 3 كيلو سيميتال اسود تبع شركه بكين ننضف نوع. تاني حاجه هنجيب 3 لتر بنزين او تنر، واقول لكم ايه الفرق بينهم. هنجيب علبتين ذهبي ايطالي، وهنجيب فرشه قلم عشان نستخدمها في الدهان الذهبي. هنبدا دلوقتي تحضير لطلاء الباب الحديد. زي ما قلت يا جماعه احنا بنجيب لك ايه الاسود، وابدا اضيفه بنزين. ممكن اضيفه بتنر زي ما قلت او بنزين. ليه انا استخدمت بنزين؟ البنزين افضل شويه لانه سريع الجفاف، الباب ينشف بسرعه، وده هيفيدني عشان ابدا اشتغل في وقت قصير جدا للدهان الذهبي. عشان كده استخدمت البنزين ما استخدمتش التونر، بس مفيش مشاكل لو استخدمت التونر مفيش اي مشاكل. ابدا اقلب كويس وابدا اجهز واجيب لكم الرصه بتاعي عشان ابدا الدهان. وكده هنبدا المرحله كام؟ المرحله الرابعه وهي طلاء الباب. بصوا يا جماعه الموضوع بسيط وسهل واي حد فيكم يقدر يعمله، بس وعي الشجاعه كده. قبل ما ابدا لازم اظبط المسدس بتاعي بالنسبه للهواء والضغط وتوزيع الدهان نفسه. انا هنزل فيديو اوضح ازاي تظبط المسدس بتاعك للرش او للدهانات. ودلوقتي هبدأ أدهن الباب زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة بسيطة. هبدأ رايح يمين وشمال بالدهان، وعشان وقتكم هجلد الفيديو بطريقة سهلة أي حد فينا يقدر يعملها، بس زي ما قلت لكم يا شباب هي عايزة شجاعة كده وثقة. اللي انت تقدر تعمل ده موضوع سهل بسيط. طبعا الرش أفضل بكتير من الدهان بالفرشة عشان هيوفر معاك وقت وهيوفر معاك جهد ودهانات. أنا استخدمت في الباب ده 3 كيلو لاكي سيليتان. ببدأ أستخدم الزوايا زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة بسيطة. طبعا أتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق، وأنا هرد عليك في أي طلب أو أي سؤال انتم عايزينه ان شاء الله، وانا تحت امرك في اي شيء. وبعد ما خلصت يا شباب الباب زي ما انتم شايفين، ببدا ابص كده لو في حاجه عدت عليا ولا حاجه، وابدا ارجع زي وجه تاني للباب في اماكن معينه في الزوايا كده. احنا خلصنا المرحله كام يا شباب؟ ايوه المرحله الرابعه. هنبدا في المرحله الخامسه وهي طلاء اللون الذهبي. بصوا يا شباب الباب لما يتعمل بالدكور الذهبي، لما تيجي تدهن لون ذهبي هو بيزين الباب بتاعك بشكل حلو جدا. في بعض الورد زي ما انتم شايفين ببدا اعملها باللون الذهبي عشان الباب يبقى كويس جدا وشكله جميل. طب حد ممكن يسالني يقول لي طب لو الباب الحديد بتاعي ما فيهوش حاجه ينفع يدين فيها ذهبي، انت ممكن تاخد بعض الزوايا اللي لها دوانات دي وتبدا تعمل الحوض بتاعتها بس باللون الذهبي. الشكل ده يا جماعه انت هتشوفه في الاخر ما شاء الله، يعني الباب شكله حلو جدا لما تبدا تستخدم اللون الذهبي. زي ما قلت يا جماعه الباب في حاجه مهمه جدا يا شباب، انت لازم تقلب زي ما انتم شايفين اهو، لازم تقلب كل شويه اللون الذهبي عشان السماكه بتاعته ما تنزلش في اخر العلبه. انت لازم كل شويه تقلب عشان يدي اللمعه اللي انتم شايفينها دي. موضوع سهل بسيط واي حد فيكم يقدر يعملها. ما شاء الله يعني بصوا الباب يا جماعه شكله حلو ازاي. وكل ده يا جماعه ما خدش مني وقت، ما خدش ما كملش ساعتين بطريقه سهله بسيطه. عشان كده استخدمت البنزين عشان اللون الذهبي ينشف بسرعه معايا عشان ابدا استخدم اللون الذهبي. طبعا اصدقائي الغاليين لا تنسى اللايك والاشتراك والكومنت، تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني ان انا اخليها استمر في القناه. وبكده يا شباب دي كانت اخر جزء اعمله في الباب. زي ما انتم شايفين جمال الباب عامل ازاي، تحس ان فيه ازاز مش لاكيه مش مدهون ما شاء الله. بصوا يا شباب الباب كله لما خلص شكله عامل ازاي، فرق شاسع طبعا من اول فيديو لاخر فيديو. لايك الجميل، وشكرا يا شباب لحسن استماعكم، واتمنى ما تنسوش تشجيعكم ليا. وعن حب نلتقي يا اجمل اصدقاء، اتمنى لا تبخل علينا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصل كل ما هو جديد. السلام يا اجمل اصدقاء. هات الفرشة والرولة وتعالى مع بعض نتعلم في 5 ساعات بس ازاي نعمل الباب الجميل ده. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو جديد مع وسيم كمال الإبداع. النهاردة نتعلم في خطوات سهلة بسيطة ازاي تدهن الباب الحديد اللي انتم شايفينه ده. بصوا يا شباب ده كان باب اتضاف عليه صاج زي ما انتم شايفين، فبنبدأ أول خطوة هي صنفرة الباب من الصدى عشان هدهن دهان دايما. نخش في الخطوة الثانية وهي ايه الأدوات اللي بستخدمها في طلاء الباب. زي ما انتم شايفين فرشة ورولة وتنر ولاكي كيلو لاكي، وهنا جالون دايما. ايوه يا شباب البرايمر ده لازم يدهن على الباب الحديد وزيت الصاج قبل ما ندهن اللاكي بتاعنا. زي ما انتم شايفين احنا جايبين برايمر لونه رمادي. انا بحب يا شباب اضيف عليه لاكي كيلو لاكي سنتين، بضيفه على البرايمر ده بيديله صلابه وبيديله لمعه وبيخفف اللون كمان شويه من الرمادي، بيخليه رمادي فاتح. في ناس كتير جدا بتحب تدهن الباب كله برايمر بلون رمادي ويسيبه على كده، بس احنا النهارده هندهنه لون اسود. بجيب تنر زي ما انتم شايفين وابدا اضيف على الكيلو ده بنسبه 10% من الجالون، يعني بملى الكيلو زي ما انتم شايفين وابدا اعلي كويس عشان اخد الدوائق اللي موجوده في اللاكي الابيض واضيفه على الجالون. وابدا اقلب كويس جدا حوالي بتاع 3 4 دقايق
هلاقي اللون وصل معايا اللون الرمادي الفاتح شويه زي ما انتم شايفين يا شباب، هو ده اللون، وتخفف بنسبه 10% وبقى كده جاهز لدهان الصاج الحديد اللي انا سبكبه. طبعا احنا بنحاول نلزق تيب او لزق حوالين الباب عشان ما نحمي الرخام او البلاط. نبدا بالخطوه الثالثه وهي تنظيف الباب. زي ما انتم شايفين يا جماعه بعد ما بصنفر الباب الحديد ده بصنفره حدادي، بنضف زي ما انتم شايفين في شويه اتربه او مصنفره، وابدا في الخطوه اللي بعد كده وهي طلاء الباب الحديد برايمر. زي ما انتم شايفين انا بجيب الفرشه بتاعتي وادهن في الزوايا بتاعه الصاج. بصوا يا شباب هنا بتاخد وقت اكبر شويه عن الكمبروسر اللي عملناه الفيديو اللي فات، وبعد كده امسك الروله بتاعتي وادهن زي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبسيطه. احنا كده هنا بندهن البرايمر ده يا شباب في الظهر. طب في واحد يسال لي هو البرايمر ده بينشف بعد ايه؟ بصوا يا شباب الباب ده بينشف بعد حوالي ساعه، يعني الباب ده بيجف بعد حوالي ساعه من دهانه. زي ما انتم شايفين بعد ما خلصت الظهر الباب الحديد بعمل الوجه الامامي للباب عشان وقتكم على جاي الفيديو. طبعا بياخد وقت اكتر من الكمبروسر زي ما انا قلت، الكمبروسر احنا ساعه واحده بس خلصت الباب ده، اما هنا حوالي ساعتين ثلاثه بدهن البرايمر بتاعي، وده بدي وش واحد بس. وبعد كده ببدا اشوف لو في اماكن معينه ما فاتت مني ببدا اعملها تاني. اصدقائي الغاليين ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت الفيديو تشجيع عندنا عشان الفيديو يوصل لناس كتير. بعد ما انتم شايفين يا شباب احنا خلصنا ازاي الباب وصل للدرجه دي، ما تبخلش علينا بلايك عشان عايزين الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك تشجيع كلنا. وزي ما انتم شايفين انا خلصنا الباب من الامام ومن باب من الخلف بالبرايمر، هبدا اشتغل بعد كده في الخطوه اللي بعدها. وهنا هنوصل للخطوه رقم 5 وهي تحضير دهان الباب بلاكي اسود. زي ما انتم شايفين انا بجيب التنر وبضيف بنسبه 10% بس فقط، بضيف بنسبه 10% تنر وابدا اقلب كويس جدا في وقت حوالي من 4-5 دقائق، ابدا اقلب كويس جدا عشان يتفاعل التنر مع اللاكي. والتنر هنا ليه فايده يا شباب ان بيخلي الدهان بتاعي يجف بسرعه. هنبدا نخش في الخطوه رقم 6 وهي طلاء الباب لاكي اسود. زي ما انتم شايفين يا شباب ببدا اعمل الزوايا بالفرشه زي ما احنا اتعلمنا بطريقه سهله وبسيطه. بمسك الفرشه وابدا اخد الزوايا بتاعتي كلها في الباب. طبعا يا شباب انا المفروض ابدا من فوق لتحت بس عشان انا عامل برايمر فمستني ياخد وقت اكتر في النشفان، فببدا اشتغل بالفرشه وبعد كده امسك الروله زي ما انتم شايفين وابدا ادهن بطريقه سهله وبسيطه. صدقوني يا شباب اي حد يقدر يعمل اللي انا بعمله ده. ما تجيبش صنايعي يقول لك 1000 جنيه و2000 جنيه عشان ادهن باب حديد، انت بقى بسيطه جدا بتكلف حوالي 200-300 جنيه هتبدا تعملها لوحدك. زي ما انتم شايفين بخطوات سهله باكد عليها، بمسك الفرشه اعمل الزوايا الاول وبعد كده باخد الروله بتاعتي وابدا اشتغل في الباب كله. باكد يا شباب دعمكم ليا بالفيديو بلايك واشتراك في القناه بيشجعني ان انا استمر. بعدين زي ما انتم شايفين الروله ازاي، بخلص الباب من فوق لغايه ما خلصت ظهر الباب الحديد زي ما انتم شايفين. اصدقائي الغاليين ما ننساش نعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك من اجمل الاصدقاء. زي ما انتم شايفين ببدا ادهن الباب الحديد بتاعي بالفرشه. اصدقائي انا عملت الفيديو ده عشان انا كنت عامل الفيديو قبل كده بكمبروسر ودهنت باب حديد. في ناس كتير جدا في الكومنت طلبت مني طب احنا ما عندناش كمبروسر وعايزين ندهن بالفرشه والبروله، فعشان كده عملت لكم الفيديو ده مخصوص ليكم. واي حد هيطلب مني في كومنت طريقه لدهان اي شيء انا هستجيب للكومنت ده وهبدا اعمل لك فيديو خاص ليك انت. اتمنى ان انتم تشاركوني رايكم في كومنت، ولو في اي ملحوظات ببقى مبسوط جدا تكتبوها كده. زي ما انتم شايفين يا شباب ببدا ادهن الباب كله، بياخد وقت معايا حوالي من ساعتين لساعتين ونص دهان اللون الاسود. زي ما انتم شايفين بعد ما خلصت الباب الاسود كله ببدا زي ما انتم شايفين في اماكن معينه انا سايبها دي عشان هعمل لون تاني. الباب ده يا شباب انا عملت زي ما انتم شايفين دغه دي شديده شويه، بدل ما اعمل الباب كله صاج لا انا اقترحت عليهم ان احنا نقفل البواقي ده كلها بباغه ونقفلها بازمين زي ما انتم شايفين. بدايه سهله بسيطه هتوفر معاك فلوس كتير جدا، ومنها تدي اضاءه للمدخل. دي حاجه شخصيه كل واحد فيكم، في ناس بتحب تقفل الباب كله بصاج، انا اقترحت عليهم ان احنا نقفلش الباب كله ونبدا نعمل اللي انتم شايفينه ده. في فيديو هينزل يا شباب السقف اللي انتم شايفينه ده مذهب بلاطات بطريقه حلوه جدا معجون هيوفر معاك فلوس كتير جدا عشان تعمل لك الدكور الجميل ده. وبكده اكون خلصنا الدفه بتاعه الباب كله. زي ما انتم شايفين بقى شكله حلو جدا، ودي الباب يا شباب شديده جدا وفي نفس الوقت بتدي ضوء حلو. نخش بالخطوه اللي بعد كده وهي خطوه رقم 7 وهي طلاء اللون الذهبي. بصوا يا شباب انا اهم حاجه في اللون الذهبي ده اللي انت لازم تقلب كويس جدا، لان الخامه بتاعت اللون الذهبي بتكون في موجوده في اخر العلبه، فلازم اقلب كويس جدا وابدا ادهن. بعدين ايه زي ما انتم شايفين البواز بتاعي كنا عاملين فيديو قبل كده في باب زي ما انتم شايفين هو على اليمين كان في بعض الورد او بعض الرسومات ببدا اعملها ذهبي. فعلى حسب الباب الحديد بتاعك بتختار اشكال معينه او مكان معين بتحط فيه ذهبي عشان بيدي جمال للباب الحديد. زي ما انتم شايفين انا لقيت بواز معين كده في الباب فبدات احدد البواز ده وبدات زي ما انتم شايفين اشتغل عليه كله باللون الذهبي. في انواع كتير جدا من اللون الذهبي، في لون سامحوني بيكون رخيص شويه معلش عشان كده بيبدا اللون ده بيضيع او بيبهت، عشان كده بنصح كل اصدقائي تعمل اللون الذهبي الايطالي، ممكن يكون اغلى شويه وهكتب لكم صندوق الوصف ايه هو الاسعار بتاعته. زي ما انتم شايفين اصدقاء شكل جميل جدا وهيظهر معاكم في صندوق الوصف. عايز ما يضحكش عليك وتوفر فلوس كتير، الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي ما يضحكش عليك من اي صنايعي. 5 خطوات الاولى عشان تتعلم ازاي تاسس شقتك. الخطوه الاولى، الثانيه، التالتة، الرابعة، الخامسة. وهنتعلم مع بعض مراحل الفترة الجاية ازاي تشطب شقتك. تابعوني يلا بينا يلا بينا. واللي رجعنا لكم تاني يا جماعه دلوقتي زي ما اتفقنا مع بعض 5 خطوات سهلين جدا. الخطوه الاولى زي ما احنا شايفين هي تنظيف الحيطه. احنا بننظف الحيطه ازاي؟ بكف، ده اسمه كف. المسكه زي ما انتم شايفين بمسكها الاربع صوابع بتوعي، لا كده غلط، المسكه الاربع صوابع بيبقى قدام. ليه بننظف الحيطه يا جماعه؟ الحيطه دي بتنظف عشان الرمله اللي فيها تنزل، مهم جدا جدا عشان توفر معايا زي ما انتم هتشوفوا الفتره الجايه. اللي انت نازل كل ما ورش او مصيص مثلا على الحيطه لازم تنظف الحيطه كويس جدا من اي ورش موجود، ودي يا جماعه تبقى المرحله الاولى.
المرحله الثانيه هي تنظيف الحيطان بالمكنسه. لازم انزل التراب الموجوده في تراب ناعم ولا دي سكيت المعقول الاولى هتقفل معايا قوي، فلازم اشيل التراب ده زي ما انتم شايفين كده بجيبها من فوق لتحت كده. خلاص المرحله الثانيه. قبل ما اخش المرحله الثالثه لازم ندي حاجه اسمها سلر. السلر ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا. ازاي بتعمل السلر ده؟ انا جبت جالون صغير، انت الشقه عندك بتجيب استله زي ما انتم شفتوها من شويه، بخف 100% بخف السلر المائي، السلر المائي بخفه بنسبه 100%. يعني الجالون اللي انت شايفينه ده عشان اعمل الحيطه اللي انتم شايفينها بخف قدهم ميه وابدا اقلب كويس جدا. ايه اهميه السلر ده يا عمويمه؟ مهم جدا جدا الحيطان. اولا الاستفاده الاولى اللي هو بيحمي الحيطان من التراب اللي موجود عشان ما يكونش عازل بينه المعجون. تاني حاجه بيوفر اللي ده ممكن ما تديش سكينه ثالثه، بيدي بيبين عيوب الحيطان. السلر ده مهم جدا جدا. في ناس بتدي سلر بعد السكينه الثانيه او بعد المعجون، لا احنا لازم تدي للمرحله السلر عشان ده يفيد الحيطان جدا زي ما انتم هتشوفوا كمان شويه. الخطوه اللي بعدها انا عايز بس اعلمكم ازاي نمسك الاوضه زي ما انتم شايفين وازاي نشتغل. احنا يا جماعه الفيديو ده للناس المبتدئه اللي عايزه تعمل بنفسها الشقه. بصوا انا ما دخلش الاوضه جوه خالص، باخد بس على الوش وابدا انزل اي زياده وابدا اشتغل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ورجع لكم تاني. بصوا يا جماعه بعمل ايه؟ بدوس على الاوضه وانا طالع وانا نازل. يعني بصوا يا جماعه انا بفرد السلر وانا لازم مش بدوس على الاوضه، لو دوست الزياده كلها فوق على الارض واحده واحده انت بتجرب في عينه او في مكان صغير لغايه ما ايدك تاخد، انت بتاخدها من فوق لتحت. وبعد ما تحس الاوضه دي خلصت من السلر اللي فيها بتبدا تمشي على اللي انت عملته كله. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. لو انت شايف حته صغيره بدات تمسك ايدك دي المرحله الثالثه. طب عايزين نعملها ازاي؟ بقول زي ما انتم شايفين دي الحته كلها. يا جماعه انا بعمل عينه على جنب واحد، اللي يحصل في جنب واحد بيحصل في الشقه كلها. طبعا انت لازم تفرش حاجه على الارض عشان الارض ما تتقلش. شوفوا ازاي يا جماعه السلر المائي ده زي ما قلت فيه استفاده جامده جدا منه. الحيطان هو شفاف وبين معقول ابيض شويه بس هو ما بيشف لونه بيهرب منه. بيوفر سحب معجون كتير قوي وبيدي صلابه للحيطه. وانت شوفها بنفسك لو جربته. دي يا جماعه مرحله كام؟ المرحله الثالثه. احنا قلنا هنتكلم في خمس مراحل في الفيديو ده. انا ليه بعلمك الحاجات دي؟ انت ممكن تعمل اول خطوه ثاني خطوه اول خمس خطوات دول تعمله بنفسك. لو انت مش هتقدر تعمل دكورات او دهانات فالصناعي هيجي يلاقي اغلبيه اللي انت عملته وفر معاك جدا، فوفرت فلوس وفي نفس الوقت يعني استفدت حاجه حلوه جدا. زي ما انتم شايفين انا بفرد وانا طالع بدوس على الاوضه، لازم ادوس بخليها تمشي لوحدها. ايدي اللي بتتحكم ازاي؟ كان في حد بيسالني ايدي اللي هي اللي بتتحكم في الزنا او في العصايه. انا كده خلصت المرحله كام؟ تمام ثالثه. هنبدا نخش على المرحله الرابعه. بس في حاجه مهمه جدا مش هتلاقوها في اي حته في اي فيديو، هي السكينه. سكينه المعجون يا جماعه ما بيجي نسحب، في ناس كتير بتشتري سكينه معجون وتبدا تشتغل على طول. لا ده غلط. سكينه المعجون زي ما انتم شايفين لازم السن بتاعها يكون حاد. طب حاد ازاي؟ عامله ازاي؟ بصنفره. بجيب صنفره ابدا اصنفر الحته على الحرف خالص، اخدها من الجنبين لغايه ما احس ان السكينه بقت حاميه. ده مهم جدا جدا عشان اعرف اسحب المعجون بطريقه سليمه. في ناس بتشتغل على طول من غير ما تعمل الموضوع ده، ده غلط. طب يا عم احنا ما بنعرفش نسحب اصلا، ما بنعرفش نسحب. بص في ناس تمسك السكينه كده، ده غلط. امسك السكينه صح كده زي ما انتم شايفين، ده اسمه كف. امسكوا كده. انا ليه عايز اعلمكم ازاي تمسكوا السكينه؟ عشان لو مسكتوها صح هتعرف تسحب صح. في ناس كتير بتحب تشتغل بايديها، تيجي تمسك المعجون بالسكينه تقع على الارض، فانا كده بوفره وبضيع حاجه ثانيه. ركزوا يا جماعه معايا، شوفوا معايا. برفع الكف فوق وايدي الثانيه باخدها لفوق الثانيه تنزل ثاني ثاني. الكف مثلا عايز اخد المعجون بطلع لفوق والسكينه اللي فيها المعجون بتنزل لتحت. انا معلش بعيد عشان تركزوا معايا وتعملوها بايديكم وهتتعلموها. الموضوع سهل جدا. اللي انت ازاي تحافظ على المعجون اللي فيه السكينه عشان ما يقعش منك. لو عرفت تمسك السكينه صح هتعرف تشتغل صح على الحيطان. عايز حته معينه زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل جدا. انت هتجرب اول شويه كده اول ما تبدا تشتغل هتلاقي ايدك مشيت ازاي تمسك السكينه وازاي تسحب على الحيطان. طب ايه المرحله بعد كده يا باشمهندس ويما؟ هي ازاي اسحب على الحيطان نفسها بقى؟ عايزين نتعلم. هنتعلم بالسكينه الاول وبعدين الكف. اولا انا باخد مراجعه كده بسيطه، باخد المعجون بس ده مسكتك للسكينه صح هيخليك تعرف تشتغل صح. اولا بحاول الم المعجون كله واخليه زي كتله صغيره كده في النص، ما اخليهوش يعني ما فيهاش كده على السكينه او كف زي ما انتم شايفين، بحاول اخليه كتله واحده. ده بيسهل عليا ان انا اشتغل على الحيطان حلو قوي. هتشوفوا معايا دلوقتي انا بشتغل برضه عينه بسيطه بدايه. شوفوا يا جماعه ماسك السكينه ازاي؟ انا بوزع المعجون طبعا زي ما قلت لكم ماسكها ازاي؟ بوزع المعجون من غير ما ادوس، احاول اوزع الكتله اللي انا عملتها دي على الحيطان. انا وزعتها على الحيطان ببدا لما اجي اشيل المعجون ده ببدا ادوس. ويفضل وانت بتفرد المعجون على الحيطه بتفرد من تحت لفوق، تيجي تلم بتحاول تلم بتدوس جامد قوي بتدوس بصبعك الاثنين وتبدا تلم. ولازم اكون حاجه انا لما باجي الم بسيب جزء معين على الحرف عشان اجي افرد تاني. بص لازم تسيب حته صغيره جدا ما تلمهاش عشان تيجي تفرد تاني بتفرش معاك اكتر زي ما انتم شايفين. هدي الشمال اهو بسيب حته صغيره عشان ابدا افرد. اما اجي الم المعجون كله زي ما قلت لكم بلمه ازاي؟ لازم اخلي كتله واحده في حته واحده زي ما انتم شايفين وابدا اشتغل. ابدا مع نفسك في مكان صغير كده هتلاقي الموضوع سهل جدا. في ناس بتبدا تشتغل تلاقي الحته معاها خلصت في حته صغيره جدا، لا انت ما تحاولش تدوس على السكينه هتلاقي المعجون بيتفرش على الحيطه كلها. الكف في ناس بتشتغل بالكف ده افضل طبعا. شوف الاربع صوابع حاطهم فين قريبين جدا من السكينه وبتفرد. دي المرحله الرابعه اللي هي سحب الوجه الاول للحيطان. انا ليه بعلمكم طريقه يعني بسيطه؟ لان في ناس كتير عايزه تعملها بنفسها فتقول انا ممكن اعملها وجهش صناعي. اللي انت وفرته في الصناعي يعني انا اسف انت وزعت معجون كتير جدا وهضرت معجون كتير جدا بثمن اللي انت وفرته، فلازم تعمل معجون بطريقه صح عشان يبقى فعلا استفدت وتعلمت. زي ما انتم شايفين بوزع المعجون على الحيطه كلها وما بسحب بدوس جامد، لان انا شفت واحد قدامي هو يعني مش صناعي بيشتغل عامل كتله كبيره جدا على الحيطان معجون وفي الاخر صنفرها. فيعني لو الاوضه خدت نص بستله هو بياخد بستله.
كامله، فكده بيشتري مسألة كتير معجون. ونفس الكلام في الدهانات لما يتعلم ازاي تخفف الدهان عشان تقدر تهضم كتير جدا. دي مرحله كام؟ مرحله 4. اتمنى طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. كده يا جماعه في المرحله 4 هنيجي للمرحله الخامسه والاخيره في الحلقه بتاعت النهارده. ازاي اجهز للمرحله الخامسه؟ المرحله الخامسه نفس المعجون اللي شغال فيه، لازم اعمل دهان لون مختلف عشان يميز بين الوجه الاول والوجه الثاني. فبجيب لون على قد طبعا المعجون معايا، بحط كميه معينه زي ما انت عايز، يعني مش لازم معينه، انت انا دي نص بسله هحط لها كميه، لو بسله كامله حاول تحط علبه كامله. وابدا اقلب عشان اعمل لون ثاني عشان اعرف اميز بين الوجه الاول والوجه الثاني للمعجون. بعد ما خلصنا هنبدا نشتغل. طبعا الوجه الاول احنا خدناه بالطول. هتكلم مع الناس اللي لسه عايزه تتعلم وتيجي انا زي ما هتعلم خلاص اللي معجون ازاي. دي المرحله الخامسه، سحب الوجه الثاني بس بسحبه ازاي بقى؟ بسحبه بالعرض. شوف يا جماعه باكد بمسك الكف ازاي، اربع صوابع قريبين جدا من السن قريبين، ما اوقفش طبعا سكين حاول ميه واوزع وابدا الم، اوزع مشمش وابدا ادوس والم المعجون. الموضوع سهل جدا بامانه، كل واحد فيكم يقدر يتعلمه ويعمله. يبقى الوجه الاول بيتعمل بالطول، الوجه الثاني بيتعمل بالعرض. طبعا لو الحيطه محتاجه معجون ثاني بدي الوجه الثالث بالطول، يعني مره كده مره كده. بس زي ما قلت لكم الصلب مهم جدا، بيدي صلابه للحيطه فبيخليها ما تحتاجش غالبا ما تحتاجش سكينه ثالثه، فبتوفر معاك كتير قوي. للناس المبتدئين ما فيش يقطعوها مره واحده، ممكن يوزعها واحده ويلم واحده. انا هي مثلا يعني باخد مرتين ثلاثه. لو انت لسه مبتدئ بتعملها كل مره تلم معجون زي ما عملت كده، بوزع والم المعجون. اخليكم تلاحظوا بقول لكم كده، ده بيسهل قوي عليا ان انا اوزع. في ناس بتشتغل على طول فتلاقي المعجون مش مغطي الحيطان. اتمنى بجد الفيديو يعجبكم وفيه استفاده، ولو في اي حد محتاج اي استفاده ممكن يتواصل معايا، انا هسيب في الوصف اللينك بتاع الفيس. وكده خلصنا المرحله الخامسه، انتظروا الفتره الجايه فيديو جديد للمرحله 6 و7 و8 لغايه ما نوصل للديكور بتاعنا. وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لا تنسى اعجاب الفيديو والاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معانا وتفعيل الجرس، ولو في اي سؤال واي اقتراح عايزين تعرفوه في الوصف تحت هسيب اللينك بتاع الفيس عشان تتابعوا معايا. انتظروا القادم كل ما هو جديد. السلام عليكم. دي مش سما ولا دي نجوم حقيقيه، دي نجوم انت بتعملها. ايوه دي نجوم انت بتعملها بنفسك. تعال مع بعض نتعلم ازاي نعرف نعمل النجوم دي. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم اصدقائي الغاليين، ورجعنا لكم تاني بنقول ازاي نتعلم نعمل النجوم اللي احنا شفناها في اول الفيديو. دي حاجات بسيطه وادوات بسيطه، هي نجوم والوان مطيره زي ما احنا شايفين. ازاي بنعملها؟ تعال نتفرج مع بعض. بصوا يا جماعه احنا هنا جبت سقف اعمل دهان ابيض عادي، بجيب المضيء بتاعي زي ما هو ما خففش اي حاجه خالص، بمسك فرشه او سفنجه. اللي عايز يستخدم سفنجه اوكي، اللي عايز يستخدم الفرشه زي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبسيطه. انا بجيب الاستنس النجوم بقطعها للنجوم الكبيره والنجوم الصغيره، بوزع السقف كله النجوم الكبيره، وابدا بعد كده احط بين كل مسافه ومسافه بطريقه متناسقه كده زي ما انا عايز، احط النجوم الصغيره خالص زي ما انتم شايفين. انا بعمل السقف كله بطريقه بسيطه. طب يا عم ويما احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي نعمل اشكال ثانيه، وهل في منها الوان ولا مفيش فيها منها الوان؟ لا فعلا في منها الوان، الوان مضيئه رخيصه مش غاليه، انت بتبدا تستخدمها زي ما احنا قلنا، يا اما بتولع يا اما بالفرشه زي ما انت شايف. الطريقه سهله بالنسبه لي، انا بوزعها على السقف اهو واحده واحده، بحط اهم حاجه يكون في اضاءه كويسه يا جماعه عشان تاخد اضاءه. في الوان ثانيه، في الوان ثانيه زي ما انتم شايفين. المنظر على اليمين ده منظر انا عامله سقف كان اسود وعامله بنظام اللون الازرق المضيء واللون اللبني ده اللي انا شغال بيه دلوقتي، واللون الازرق اللي احنا شايفينه. وده منظر ثاني يعني اطفال عامله بنظام احمر لون حلو جدا. الموضوع سهل وبسيط، انت بتجيب ستنسل وتعمل زي ما انت شايف كده زي ما انا شغال بالظبط. يعني اي حد ممكن يعرف يعملها، اي حد ممكن يعرف يعملها، بلوان بسيطه وسهله جدا. وطبعا بعد ما نخلص الموضوع ده يا جماعه احسن كتير جدا من لازم. في ناس تقول هجيب لازم، لا ده احسن بكتير من لازم زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصنا السقف كله الهواء مدير ما بيبانش، انت واقف تحت ما بيبانش قوي، بس لما تيجي تطفي النور انت بتشوف. والعسل الجميل الصغير ده اللي هاي بقول لكم بصوا على المدير. بعد ما خلص بعد ما بيطفي النور طبعا مهندس الكشاف هنشوف النجوم الجميله اللي احنا عملناها بايدينا، اي حد فيكم يقدر يعملها. زي ما قلت يا جماعه النجوم دي ممكن تستمر معاكم وتعيش لسنين قدام، مش هتقع ولا تبوظ زي الحاجات اللازقه. وزي ما انتم شايفين كده تقعد شكلها حلو جدا، ممكن تعمل هلال، ممكن تعمل منظر ثانيه. والطفل اللي عنده 4 سنين ممكن المنظر ده يقعد معاه لغايه ما يكون عنده 7 سنين او 9 سنين. زي ما انتم شايفين اهو الطفل الجميل كبر اهو. وبيقول لكم يعني ما تنسوش لو ما اشتركتش على القناه اشترك في القناه وتفعل الجرس، ما تنساش اللايك الجميل الفيديو لو الفيديو عجبك. وده كان المنظر الاول بالنسبه للنجوم. تعالى المنظر الثاني ازاي نعمل نجوم او سما. بجيب اي حلقه او طبق زي ما انتم شايفين بطريقه سهله بسيطه، واجيب كرتونه وابدا احدد السما بطريقه عشوائيه واقطع الكرتونه. بعمل حاجه اسمها نايزك، علامه زائد و7 في 8، طريقه سهله جدا. وابدا اجيب القطر واشيل. يعني المهم عايز توصلنا لايه؟ هتشوفوا معانا لو كمل اخر الفيديو انت تعرف احنا هنعمل ايه. طبعا نجمع نفس النظام. وبعد ما عملت الاشكال الجميله دي بقى بسيطه كده، هي كرتونه. احنا هنعتبر ان يا جماعه ده السقف بتاعنا، السقف بتاعنا اسود بس انا هطلع الحيطه، يعني عايز اطلع الحيطه مش بشكل، عايز اعمل السقف مش بشكل. وابدا اجيب اسبري او بلوزر، وده يا جماعه الوان بلاستيك مائي، بلاستيك خفيته وميه. وابدا زي ما انتم شايفين بعمل شكل القمر بتاعي. وبعد ما اخلص زي ما انتم شايفين ببدا بطي خفيف كده غبار الكمبيوتر، ببدا ادي زي طي خفيف طبعا من القمر زي ما انتم شايفين. اتمنى يا جماعه بجد الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وتشجيع علينا عشان نستمر. لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. دي سحابه يا جماعه زي ما انتم شايفينها بالكرتونه اللي احنا عاملينها. السحابه هنا يا اصدقائي زي ما انتم عايزين، حد عايز يوزعها في السماء كلها في الحيطه كلها، عايز يعمل مكان معين زي ما انتم شايفين. بعملها بطريقه كده عشوائيه تمشي مع بعض، وزي ما قلنا ببدا اغبر المكان نفسه. بعمل النازك ده. طبعا لو عايز تعمل القمر ماشي الوسائل، اوكي عايز تعمل قمر كامل مفيش مشاكل، دي بتاعتك انت. انا بوريك الطريقه بتعمل ازاي، وكل
كل واحد ويبيعه زي يقدم الحاجه الجميله دي. بعد ما اكون خلصت المنظر ده ببدا زي ما انتم شايفين بحاول اسيح الانواع على بعضها شويه. ما ننساش طبعا نعمل نجمه. النجوم هنا ممكن تعمل نجمه كبيره نجمه صغيره. الثانيه كانت معموله بنظام ستنسل بنظام مريب. هنا انا بعملها نظام دهانات. طب يا عم وين ما تفضل تكتب كده انا نجوم صغيره بعيده. بص يا جماعه انا بجيب الدهان بتاعي بفرشه بحرف وشه كده اقعد ايه اوزع نقط صغيره كان النجوم بعيده جدا وبعيده. فاهمين يا جماعه زي ما انتم شايفين كده كان في نجوم بعيده جدا زي ما بنشوف السماء. النجوم دي بتنور واحده واحده لما بقعد ابدا اوزع دهان البلاستيك المائي ده نقط صغيره نقط كبيره كان في نجوم بعيده. ببدا اخفف كندوسه واوزع زي طي خفيف او سحابه خفيفه من على بعد. كان يا اصدقاء بفكركم لو انت ما اشتركتش في القناه اتمنى انكم اشتركتوا في القناه تشجيع علينا عشان نستمر. واللايك الجميل يا رب يكون الفيديو فيه استفاده واتعلمت. عايز اقول لكل واحد فيكم تقدر تعمل حاجه بنفسك. موضوع سهل وبسيط. لو في اي سؤال في الكومنت يا جماعه سالوني وانا هتعاملكم باي مطابق باي شيء انا هتعاملكم باي حاجه. ما تنساش اصدقاء الغاليين تدعيمك.
بتدينا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصل كل ما هو جديد. سلام يا أجمل أصدقاء.